مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ماهر الاحداث. النهارده حلقه الجمعه 1 يوليو 2016. بننعي في بدايه الحلقه طبعا الشهيد ابونا رافائيل من العريش. الحقيقه للاسف الشديد ان احنا بعد مرور 3 سنوات تقريبا، يعني فاضل كام يوم وتكون ذكرى الشهيد ابونا مينا عبود اللي من نفس الكنيسه واللي سيم معاه في نفس الوقت. الحقيقه يعني ده حادث كان اليم جدا، ومعانا النهارده تفاصيل مختلفه عن هذا الحادث. تم تشييع جنازه قدس ابونا في الاسماعيليه لان دي مسقط راسه، والحقيقه هو فعلا في مكان افضل، هو في السماء، ولكن الاستهداف هذه المره تم استهداف لابونا. وزي ما هنسمع وهنشوف يعني على حسب شهود العيان انه الشخص كان ملثم، جه من ورا ابونا وضرب الرصاص من الرأس من الخلف. ده بالنسبة لأبونا قدس أبونا رافائيل. أيضا الحقيقة الأحداث المتكررة اللي الواحد برضو بيحس إنه هيقول نفس الكلام، مفيش فايدة. كوم اللوفي التابعة لصملوت، كوم اللوفي الحقيقة نفاجأ بإن حضراتكم نفس الأزمة. الحقوا ده، في واحد بيبني بيت، البيت ده احتمال يعملوه كنيسه، وهنا بقى الشيطان يشتغل، وهنا يعني نفوسهم السودة واللي في قلوبهم السودة يطلع ويبان. ازاي هتعملوا كنيسه؟ هتصلوا من غير تصريح؟ هتعملوا كنيسه في البلد اللي ما فيهاش كنيسه واللي نفسهم انهم يحصلوا على تصريح كنيسه، والدوله مش عامله اي حاجه، وقانون بناء الكنائس ده الله اعلم هنعمل فيه ايه؟ طيب الاول الموضوع راح طبعا لما حصلت الازمه دي، جابوا اللي هو اشرف في خلف صاحب المبنى صاحب البيت اللي بيتبني، وجابوه في الاسم واستجوبوه. يا عم انت بتعمل كنيسه؟ قال لهم انا مش بعمل كنيسه، وتعهدوا واخدوا منه تعهد. هل ده يكفي للقريه؟ هل ده يكفي للمتشددين السلفيين اللي موجودين في هذه القريه؟ لا، لم يكتفوا بهذا وما صدقوش الكلام ده، وراحوا طالعين بقى على اللي يعتبر يعني فجر الخميس، وراحوا طالعين على البيوت، 4 بيوت حرقوهم، منهم طبعا البيت اللي هو سبب الازمه اللي المفترض انه هيتحول كنيسه، وهي دي المشكله الكبيره العظيمه جدا، ان احنا ازاي كنيسه والناس هتصلي فيها؟ ده ايه الازمه اللي احنا وفي رمضان طبعا يعني زي ما احنا شايفين، بس هو كان الحاجه كان قبل السحور يعني. عموما للأسف راحوا وحرقوا البيوت، وشفنا مشاهد الحرق طبعا واعتداء وايه بقى، وعايزين يهجروهم أسرة أشرف وكم أسرة تاني، لازم يسيبوا القرية. القرية دي معروف اللي اتعرف بعد كده يعني ان تقريبا 5% من المسيحيين، بس هنا الفكرة ان المطالب بتاعتهم انه لازم خلاص حرقنا لكم البيت ده، مش هيبقى فيه كنيسة، حرقنا لكم بيوت تانية، انتوا يا اقباط يلي أشرف واصحابه وقرايبه تتهجروا من البلد من القرية، مالكوش عيش في القرية دي، عشان المسلمين القرية مش راضيين عنكم، عشان مسلمين القرية مش عايزين يبقى فيه كنيسة في القرية. طبعا للاسف الشديد، وطبعا الامن على بال ما جه واتقبض على ناس، وعرفنا انه اتقبض على 25 واحد، بس هل يا ترى ال 25 واحد دول هم دول المتشددين اللي حرقوا واللي بهدلوا الدنيا؟ لا، ده اتقبض على مسيحيين ومسلمين عشان السيناريو يكتمل. ما هو لازم، ما احنا في السيناريو الحمضان، انا اسفه اني بقولها، المتكرر، لازم نمشي بنفس السيناريو، مش هنحيد واقع ولا نعمل حاجه كده ولا كده، نقبض على المسيحيين والمسلمين ونبتدي نحاول نعمل جلسات صلح عرفي، ونبتدي بقى نحاول نشوف طبعا انه علشان نفرج لكم عن المسيحيين دول اللي هم اعتدي عليهم، اللي هم ممكن يكونوا ردوا، وانا معاهم انهم يردوا بصراحه بقى، يعني انا تعبت فعلا، ولكن لو ردوا يبقوا غلطانين، والمتشددين الاولانيين بقى دول ايه، ياخدوا عقاب؟ لا، ما ياخدوش عقاب، ونفرج بقى عن دول في مقابل دول وتتصالحوا علشان ما تحصلش مشاكل تاني، علشان اكيد هيبقى في تهديدات للمسيحيين، ده انتوا قله، انتوا عدد صغير، لو ما رضختوش للصلح ولو ما سكتوش يبقى هيحصل ايه فيك، وهيحصل حاجات تانيه وتالته. طب السيناريو ده امتى هيخلص؟ يعني انا مش عارفه ممكن يخلص امتى. فدول موضوعين مهمين معانا النهارده في حلقتنا للاسف الشديد، واحنا تعبنا، الواحد مش قادر يعرف يعني بجد فعلا السيناريوهات المتكرره بنفس المشاهد، بنفس السيكونس، بنفس ان احنا بنتحرك، بيتحركوا في الفجر او بيتحركوا بعد صلاه الجمعه، يعني هو كان يعني الحكايه قريبه من الجمعه برضو يعني فجر الخميس، فاحنا بنتحدث عن ازمات متكرره. يعني تفتكروا ليه، ليه بتتكرر؟ لان ما فيش واحد بياخد عقابه، ما فيش مجموعه من اللي بتعمل ده بتاخد عقابها، هم عارفين انه هيعملوا كل ده وفي الاخر هيفلتوا من العقاب، فبقت خلاص عادي، ايه يعني بقى هيحصل لنا ايه؟ فده السيناريو المتكرر بشكل مأساوي.
طبعا الاحداث دي اتت مع 30 ذكرى 30 يونيو. هل الناس مبسوطه بذكرى 30 يونيو؟ هل شايفين ان في ثوره حققت حاجه؟ هل شايفين بعد الازمه اللي احنا فيها في امتحانات الثانويه العامه، بعد الازمه في ارتفاع الاسعار، بعد كل ما تقوليش ما حدش يقول لي اصل انت بتتكلمي زي الاخوان. لا انا مش بتكلم زي الاخوان، احنا كنا مبسوطين جدا بان ازاحه الاخوان والعام الاسود اللي كان عام الاخوان وكل اللي حصل في هذا العام، وبعد كده 30/6 من 3 سنين و3/7 وقرار والقبض على مرسي اهو بيتحقق معاه وكل ده، احنا مش احنا مبسوطين جدا بيه. بس ايه اللي حصل بعد 3 سنين من الثوره؟ الوضع ايه؟ الناس راضيه ولا مش راضيه؟ الملف القبطي ده بالذات فيه تحسن ولا مفيهوش تحسن؟ مفيهوش تحسن لغاية دلوقتي. طب امتى هيتم النظر اليه؟ مش عارفين للأسف الشديد. فاحنا ماشي ذكرى 30 يونيو طبعا، وفي بعض المحليات بيقال ان كان عندهم يعني اتفاقيات كده مع الحكومة ان يعملوا احتفاليات، ومعرفش مبنى تقريبا وزارة الخارجية كان عليه 30/6 من بره، وشوية مشاهد كده ومظاهر يعني بالنسبة للاحتفالية للذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو. والرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة وأكد ان الشعب استعاد بثورة 30 ثورة 30 من يونيو المجيدة هويته، ليثبت للعالم أجمع ان إرادته لا يمكن كسرها او كبحها. وكان في كلمة ممكن نسمع منها جزء للرئيس السيسي، بطبعا انه عدم فرض إمكانية فرض الأمر الواقع على الشعب المصري. نسمع مع بعض الكلمة جزء من كلمة ألقاها الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتفالية ثورة 30 يونيو. الثالثة لثورة 30 من يونيو المجيدة. تلك الثورة التي استعاد بها الشعب المصري هويته وصوب بها مساره، ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه. لقد جسدت ثورة 30 من يونيو معاني وقيما عديدة، أهمها إصرار الشعب المصري على تحقيق أهدافه ورسوخ عزيمته على صون عزته وكرامته وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات. أيضا توافد المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يوليو، والقوات المسلحة أيضا احتفلت بالعيد السادس عفوا السادس والأربعين لقوات الدفاع الجوي، وكانت التزامن احتفالية المرور الثلاثين مرور 3 أعوام على ثورة 30 يونيو مع احتفال مصر بالعيد السادس والأربعين لقوات الدفاع الجوي، والذي يخلد واحدة من أعرق المعارك العسكرية المصرية في عام 1970. وطبعا احنا اقتربنا جدا من عيد الفطر، بمناسبة عيد الفطر كان تقرر الأجازة هتكون من يوم الثلاثاء إن شاء الله ولمدة 3 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي. أصدر رئيس الوزراء، يا ريت يعني احنا بنتكلم في العيد خلاص كده احنا يعني الاحتفالية، وزي ما بقول لحضراتكم بالنسبة لاحتفالية 30 يونيو ما كانش المظاهر اللي هي يعني، لأن الناس جواها حاجات كتير جدا، وخصوصا في موضوع الثانوية العامة اللي برضه هنشوف إن شاء الله يعني ربنا يكون معاهم يوم الأحد والاثنين في الامتحانات إن شاء الله. بالنسبة للأجازة كل سنة وكل المصريين بخير وكل المسلمين في العالم أجمع بخير. الأجازة تم تحديدها إنها تكون يوم الثلاثاء بالنسبة لعيد الفطر المبارك، وهتكون لمدة 3 أيام. والاحتفال أجازة العيد في العاملين بالقطاع الحكومي، وبرضه كانت قال بالنسبة لقطاع الأعمال وان بالنسبه ل لو حاجه العمل بالنسبه لبعض العمال بتستدعي وجودهم في الايام دي، المفروض ان صاحب العمل بيديهم يوم يعني الاجر الاساسي واجر اليوم اللي هم بيشتغلوه كمان زياده. نيجي بقى بالنسبه للحقيقه زي ما قلت لحضراتكم المواضيع الرئيسيه معانا النهارده في حلقتنا، وهنبدا مع حضراتكم بالتاكيد طبعا بالحادث الاليم وهو استشهاد اوتسابونا رافائيل. استشهاد قدس أبونا رافائيل أتى زي ما قلت لحضراتكم من خلال طبعا الاستهداف اللي على الهوية المسيحية لأنه كاهن. في مفاجآت اتعرفت في انه بيقال يعني كان على حسب كلام من ابونا رفائيل نفسه ان كان بيقول ان تقريبا المستهدف كان هو مش ابونا مينا عبود اللي كان من 3 سنين. قدس ابونا رفائيل كانت رشم هو وقدس ابونا مينا في نفس اليوم اللي هو كان تمت صيامتهم كهنه
في نفس اليوم عام 2012. طبعا يعني كاهن، الاثنين كانوا كهنة، اترسموا على كنيسة ماري جرجس بالعريش، القس مينا عبود والقس رفائيل موسى. القس رفائيل موسى استشهد عن عمر يناهز 46 عام، متزوج ولديه هنا الصورتين، وهم يوم الرشام، يوم الرسامة تسليمهم كهنة. هنا اتصابونا كان ليه على فكرة، يعني كان بيحب الناس وبيعمل الخير في الكنائس، في عفوا في العريش، وكان محبوب جدا، وزي ما انتم شايفين يعني كان بيشارك في المناسبات وفي رمضان وفي الاحتفالات وكل حاجة، يعني بجد فعلا كان ملاك، يعني على حسب شهادة الكثيرين، ربنا ينيح روحه. الاثنين الشهداء، شهداء كنيسة ماري جرجس العريش اللي تم صيامتهم مع بعض، ولكن راحوا السما على بعد ثلاث، يعني على فترة بينهم وبين بعض كانت 3 سنين تقريبا، يعني أبونا مينا وأبونا رفائيل. أبونا مينا كده هم اترشموا 2012 وتنيح واستشهد 2013. قدس أبونا رفائيل كان في نفس الوقت 2012، وطبعا السنة دي كانت الاستشهاد والنياحة. يعني الحقيقة أنه طبعا 46 سنة هم الاثنين سيوما معا يوم 3 مارس عام 2012. هنا كان قدس أبونا رفائيل، نرجع للصورة، القدس أبونا رفائيل وهو دايما كان بيحرص في ذكرى قدس أبونا مينا عبود وتسوني زوجة قدس أبونا الشهيد أبونا مينا عبود، كان دايما بيحرص أنه يكون متواجد في كل عام. هي فاضل كام يوم على فكرة على ذكرى استشهاد ونياحة أبونا مينا عبود، فكان دايما بيحرص، وده على حسب كلام زوجة أبونا تاسوني، وإنه الحقيقة يعني بنقول كده هم سافروا يعني لحقوا بعض في السماء في نفس التوقيتات تقريبا، يعني ربنا ينيح أرواحهما، يعني الاثنين ربنا يعني يعزي كل الأسر وروحيهما. طبعا يعني كمان إن زي ما حضراتكم زي ما اتكلمنا إنه كان النياحة أو الاستشهاد تم في العريش، لكن نظرا لأنه هو مسقط رأسه في احنا كده يعني معانا كمان صور كتيره برضو لابونا رفائيل، ومعانا طبعا مشاهد من تشييع الجنازه والدخله، دخله الجثمان بالزفه، كان في ورود سبقت صندوق اللي كان فيه جثمان ابونا الشهيد رفائيل، ويعني بالتاكيد طبعا هو من اسره كبيره في الاسماعيليه، كانت هناك مشاعر بالتاكيد طبعا حزن للفراق، ولكن الحقيقه المشهد اللي كان مميز جدا انه تسوني زوجة ابونا رفائيل وتسوني زوجة الشهيد ايضا ابونا مينا عبود كانوا الاثنين لابسين ابيض، والاثنين عندهم سلام طبعا، ولانهم عارفين كويس جدا ان هو في مكان افضل بكتير من المكان اللي احنا فيه بالتأكيد. يعني فالحقيقة يعني الواحد مش عارف يقول ايه، ولكن ربنا يعزيهم، عنده طفلين، ربنا يكون معاهم يا رب ويكمل مسيرتهم على خير ان شاء الله. ونكمل مع حضراتكم طبعا اللحن الجنائزي في دخول صندوق الشهيد ابونا رفائيل موسى. حضراتكم الصور رصدت الحقيقة اللبس الأبيض، وإنه زي ما بنقول إنه ليس هو يعني مش موت ولكنه انتقال للعبيد، لعبيدك يا رب اللي بيحبوك، اللي احنا واثقين وعارفين إن هم رايحين السما. مشهد طبعا زي ما انتم شايفين، الأولانية دي زوجة أبونا رفائيل، والتانية هي زوجة أبونا مينا عبود، وهم بيلقوا نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد أبونا رفائيل موسى، ربنا ينيح روحه يا رب.
طبعا دي المشاهد زي ما انتم شايفين مشاهدينا، وكانت صلاة الجنائز الجنائزية كانت في أقيمت في الثامنة والنصف من مساء أمس بكنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية، صلوات جناز شهيد الوطن والكنيسة القس رافائيل موسى كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس بالعريش الذي استشهد طبعا يعني في يوم 30/6. شارك في صلاة الجناز صاحب النيافة الأنبا رافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى وعدد كبير من الآباء الكهنة وأعداد غفيرة من الشعب. زي ما أنتم شايفين طبعا مشاركة كانت كبيرة جدا. كانت هناك كلمات نيافة الأنبا أغاصن من جنازة القس رفائيل: تحدث من يظن قدرته على تخويف الكنيسة موهوم ولا سلطان على أرواح البشر إلا لله وحده. نيافة الأنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى تحدث في كلمة لأثناء تشييع الجنازة وقال إنه الشهيد القس رفائيل موسى ليس خسارة في الوطن وكلنا فداء للوطن، وإنه تحدث أيضا إنه من يظن أنه قادر على تخويف الكنيسة فهو موهوم. أيضا كانت هناك برضو لو عايزين حضراتكم تسمعوا لو نقدر نحط صورة قدس أبونا رفائيل على جزء من شهادة عيان، شهادة عيان بنتكلم عن الواقعة حصلت إزاي. عفوا. طيب فعلا الفيديو ده بالحزن بجد، يعني خبطتين في اسبوع واحد، خبطه ابونا مينا الله ينايح نفسه، والخبطه التانيه بعدها بشهر تقريبا حرق الكنيسه، كان خبر يعني سيء للغايه. يعني عشان بس مشاهدينا وانتم بتتفرجوا على الفيديو ده، احنا كان عندنا الفيديو كنت اتمنى نعرضه قبله اللي هو الجزء الخاص بشهاده العيان، بس خليني اقول لحضراتكم انا سمعتها شهاده العيان بتتحدث انه هو ابونا بعد ما عمل صلاه القداس وعلى الساعه 10 الصبح تقريبا بعد ما خرج من الكنيسه كان رايح بتقول بيصلح عربيته قريب من بيته، والشوارع كانت هاديه لان ده كان الخميس الصبح في يعني الوقت اللي هو ورمضان، فالدنيا كانت هادية وعشان كان أجازة عشان احتفالات 30 يونيو. فإيه اللي حصل؟ إن شهود العيان، ودي واحدة من شهود العيان، قالت اللي حصل إيه؟ إن جه خرج من شارع جانبي شخص ملثم، هذا الشخص الملثم مشي لغاية ما راح وكان شايل سلاح لغاية ما راح خلف أبونا بالظبط وضربه بالرصاصتين تقريبا أو ثلاثة من راسه من ورا. عشان كده حتى يمكن الصور اللي انتشرت لقدس ابونا وهو يعني شايفينه بعد ما كان طبعا يعني وقع في الشارع وتجمع الناس، واللي حصل برضو الغريب ان الناس لما اتجمعت بتقول شهادة العيان انه محدش يعني هو الراجل عادي جدا كان ماشي بمنتهى الهدوء حتى بعد ما ضرب ابونا ورجع تاني وسط الناس اللي بدأت تتلم على صوت الرصاص ودخل الشارع الجانبي واختفى، طبعا على بال ما جابوا الشرطة وعلى بال ما الشرطة جت، فده اللي حصل بالظبط. وبتقول لك كان هادي جدا، حاجة غريبة يعني الهدوء ده. في رسالتين مهمين جدا في المشهد دلوقتي، رسالة منهم من فيديو كان من وقت استشهاد قدس أبونا مينا عبود، كان الأستاذ نادر شكري والأقباط المتحدون كانوا عملوا حوار مع قدس أبونا رفائيل نفسه، وكان بيتحدث وبيؤكد طبعا ان هم عارفين ان هم في اضطهاد، وهو نفسه ابونا عارف انه ممكن في اي لحظه يكون مصيره زي مصير قدس ابونا مينا عبود. الشهاده الثانيه هنسمعها من زوجه ابونا مينا عبود وهتقول لنا برضو كان ابونا رفائيل قال لها ايه من كام يوم لما زارهم في البيت. فخلينا نشوف الاول جزء من الفيديو ده من 3 سنين، كلام لقدس ابونا رفائيل نفسه وهو بيتحدث عن الاضطهاد وعن ان هو عارف انه ممكن ينال نفس المصير اللي ناله قدس ابونا مينا عبود. ربع والنهضة. صدقني وفعلا كان خبر سيء للغاية جدا، حسينا فعلا بالحزن بجد، يعني خبطتين في أسبوع واحد، خبطة أبونا مينا الله ينايح نفسه، والخبطة التانية بعدها بشهر تقريبا حرق الكنيسة، كان خبر يعني سيء للغاية. تمام. ازاي الامور في الفتره دي كنتوا داخل مدينه العريش وكانت وهي يعني بها الكثير من الارهاب، ازاي تعاملتوا في هذه الفتره؟ صدقني وفعلا الفتره الاولانيه قعدنا يجي شهر تقريبا بعيد عن المكان، كان الوضع سيء للغايه، وكانوا عاملين زي الغوغاء في البلد بامور يعني ما تتوصفش، كانوا بيخبطوا في القريب وفي البعيد وخصوصا الأقباط. يعني اضطرينا ان احنا نسيب المكان لمدة شهر تقريبا، اني رحت اسماعيلية وابونا بخير راح الزقازيق،
ورجعنا بقى لقينا الدنيا عبارة عن يعني الكنيسة حتة فحم، كتلة فحم كده ورماد. ده الكنيسة كده تقريبا رجعت لطبيعتها، يعني هي مش رجعت لطبيعتها بالظبط، لأن الحريق حصل تصدع زي ما حضرتك شايف، ويعني حاجات سيئة للغاية، لدرجة أن كنا خايفين على الشعب أن هم يقعد في الكنيسة. كانت العمدان دي بتوقع كتل خرسانية، اضطرينا نوضب ونعمل لحد ايه بنعمة المسيح نجدد. يعني أنا شايف أن الوضع يعني صعب جدا وفي تصدعات خطر يعني مخيفة، يعني ليه لحد دلوقتي ما زالت الكنيسة لم يتم إعادة إعمارها برغم خطورتها على حياة المصلين؟ هي الوعود بتقول لحد ما الأمن يرجع نبتدي نشتغل، لكن هي فعلا الفترة طالت شوي، بقالنا أكتر من سنة وشهرين وربنا يتمجد. هل تم معاينة الكنيسة من قبل الجهات المعنية؟ عيننا وعملنا رسومات، اللي هم طلبوا مننا رسومات، وعملنا الرسومات المطلوبة وقدمناها لمكتب إدارة الأزمات للأنبا بيمن، وبنعمة ربنا فيه وعود يعني. لكن ما تحددش معد معين لي. لا ما تحددش حاجة خالص، لسه ما تحددش يعني. وتسابونا الأوضاع بالنسبة للأباط، احنا عارفين انه أباط رفح معظمهم ساب بيوتهم. أبونا كان في زيارة عندنا في البيت وأخدني على جنب وقال لي كده بالنص بالظبط انه في اعتراف عايز أقوله لك يا تصوني، وطبعا هو دلوقتي شهيد ويحللني ان انا اقول، علشان يكون دي رسالة تعزية لكل الشعب المسيحي. هو قال لي انا هيحصل لي زي اللي حصل لابونا مينا، فابونا رفائيل كان عارف، والموضوع ترتيب الهي، والهنا مخطط لنا كل حياتنا، كل امور حياتنا من الصغيره للكبيره، واثقه كمان ان هنشوف معجزات جميله من الشهيد ابونا رفائيل زي ابونا مينا كده. وتصوني ربنا يديها نعمة تعزية ويسندها، ومبسوطة جدا هي كمان لبست أبيض، لأن فعلا أبونا مينا وأبونا رفائيل عايشين في السماء، عايشين وفرحانين، والسماء فعلا ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. إمتى أبونا كان عندكم في آخر زيارة تصوني؟ هو دايما بيجي لنا في وقت تذكار استشهاد ابونا مينا، لان طبعا السفر مش سهل من العريش للقاهره، فاخر مره كان عندنا وقت تذكار ابونا مينا. وكان بيان الكنيسه طبعا بعد قتل كاهن العريش او بعد استشهاد قدس ابونا رافائيل موسى نزيف شهداء الكنيسه والوطن لم يتوقف منذ 2011. انطلقت الى الفردوس صباح اليوم، ده طبعا كان الخميس حضراتكم، روح الاب الفاضل القس رافائيل موسى كاهن كنيسه الشهيد مارجرجس بالعريش استشهد برصاص الارهاب الغاشم بينما كان في طريق عودته من صلاه القداس الالهي. الكنيسه القبطيه المصريه الارثوذكسيه على راسها قداسه البابا تواضروس الثاني تطلب من الله نياحا لروحه الطاهره في فردوس النعيم، كما تلتمس العزاء لنيافه الانبا كوزمان اسقف شمال سيناء ولمجمع الكهنه الابرشيه ولاسرته وشعبه وكنيسته، وتدين كافه الاعمال الارهابيه التي تهدد سلامة الوطن وتستهدف تمزيق وحدة أبنائه، حفظ الله مصر وأبنائها من كل سوء. ونياحا لروح الشهيد أبونا رافائيل موسى. وطبعا مشاهدينا برضو كان نفس البيان الحقيقة كتب باللغة الإنجليزية، وأيضا شفنا إدانات عالمية الحقيقة على مقتل قدس أبونا رافائيل موسى، لأن هذا القتل أتى لاستهداف قدس أبونا بالتحديد، زي ما حكيت لحضراتكم أنه يعني هو المستهدف اللي رايح عارف أنه عايز يقتل قدس أبونا رافائيل لأنه كاهن، ومش عارفين يعني مش فاهمين بصراحة إيه فكرته أنه هو عايز يقتل كاهن برضو بيصلي، زي فكرة الناس اللي بتتجمهر وتحرق علشان مش عايزين يبقى في كنيسة. تاني الفكر واحد، يعني إذا قلنا إن ده من ولاية سيناء يبقى أنتم متخيلين إن إحنا لو قلنا برضو الفكر التاني اللي في كوم اللوفي هيكون إزاي. مجموعة صور انتشرت طبعا لقدس أبونا رافائيل، وفي صورة اليوم الرسامة، وأيضا صورة ليهم وهم مع بعض، كان برضو لسه في البداية في الفترة الأولى اللي ما كانش لسه فيها دقن، يعني بعد ما ترسموا على طول، يعني بعدها بيكونوا بيروحوا الدير 40 يوم. والصورة اللي من فوق خالص على اليمين ده اللي انتشرت لقدس أبونا بعد ما تلقى الرصاصتين أو الثلاثة رصاصات
كانت أتت من الخلف، إطلاق عيرة نارية جاءت من الخلف وطبعا أدت إلى وفاته في الحال. النائب العام يأمر بفتح تحقيق موسع في وقعة اغتيال أوتسابونا رافائيل موسى. وأيضا كان هناك بيان من الأزهر يدين قتل أوتسابونا، والبيان جاء فيه أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعليم الأسلام السامحة والأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التي تجرم هو الإنشاء اللي احنا بنسمعه كل مرة. داعش طبعا للأسف الشديد تبنت مقتل أوتسابونا، وأتى كلام داعش مستفز جدا في هذا الكلام. اغتيال يعني، عفوا إن أنا هقرأ على حضراتكم مشاهدينا، أنا غير راضية طبعا عن أي كلمة، بس هو ده يعني اعتبروا أن الكاتب الكلام ده هو الشيطان. اغتيال الكافر المحارب موسى عزمي كاهن كنيسة ماري جرجس في العريش و25 رمضان ولاية سيناء بفضل من الله وحده، في وفي عملية أمنية يسر الله، هم معتبرينها أن هي عملية أمنية يسر الله لها، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الدولة الإسلامية من استهداف القس المحارب للمسلمين. معرفش برضو بيحارب المسلمين إزاي وإحنا شايفين صورة ليه وهو بيدي حاجة لطفل جنب سيدة منقبة يعني، وأنه كان معروف عنه أنه إنسان جميل يعني، ومحدش مننا المسيحيين بيحارب المسلمين. فهو بيقول لك أنه بيحارب، شكرا زميل، بيحارب المسلمين. المدعو موسى عزمي الشهير برافائيل كاهن كنيسة ماري جرجس تم استهدافه بالسلاح الخفيف مما أدى إلى هلاكه على الفور، وذلك بالقرب من منزله بحي ضحية السلام بمدينة العريش. ولهذه العملية وما بعدها بإذن الله فلينتظر أعداء الله ما يسوءهم، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. زي ما قلت لحضراتكم اللي كاتب هذا الكلام هو بالتأكيد شيطان، شيطان أعمى مش شايف أي حاجة. احنا بنصلي علشانهم من ربنا يفتح عيونهم، مش بس داعش، عشان بس تعرفوا ان داعش مش هم بس اللي موجودين في ولاية سيناء، ولا بس هم اللي موجودين في العراق ولا سوريا، داعش موجودين على المواقع التواصل الاجتماعي، موجودين وسط كل الناس، موجودين في مصر وموجودين في كل حتة. تفضلوا، واحد اسمه محمد هو قال لك جهنم وبئس المصير، الله أكبر يا رب تبدأ حملة اغتيالات للنصارى، أستغرب كيف يعيش مسلمي مصر ورسول الله بين ظاهرينهم من عباد الصليب ازاي يعني. يعني دي تعليقات مشاهدينا، دول مش من داعش، دي ناس عادية، أنا بأكد على حضراتكم دول عشان بس تعرفوا أن فكر داعش موجود ومستشري أهو. دول ناس عاديين على مواقع التواصل الاجتماعي، في كذا صورة بقى لهذه التعليقات الغريبة المنظر اللي تقول لكم أن أهو أن داعش موجودين، ناس موجودة. أنا أسفة يعني، بصوا الكلام اللي مكتوب أنا مش هقعد أقرأ، مش هقرأه، أنتوا شايفين ومشاهدينا، بس شتايم شتايم واتهام بالكفر والاتهام بالارتداد، ويقول لك أنتوا مستنيين إيه عليهم، ما تقتلوهم يلا في داهية. أسفة جدا إن أنا بقول لكم يعني، اتفرجوا وشوفوا حضراتكم التعليقات اللي جاية من ناس عادية، ممكن الناس دول يكون في وش واحد، أي واحد مسيحي وبيضحكوا في وشه، خلوا بالكم للأسف الشديد، عشان بس تعرفوا. ولما تبقى الإدانة والكلام ده كله والإنشاء والكلام ده، إلى متى سيظل دول في وسطينا؟ إلى متى سيظل هذا الفكر لا يحارب؟ مش عارفة إلى متى، ولكن المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فإحنا عارفين ومتأكدين، واللي جوه قلوبهم إيه؟ للأسف اللي جوه قلوب الناس دي إيه، واللي هو محدش بقى يقول لي أصل ده مش عارف إيه، وده فكر مش ما نعرفوش، ودول إيه، ودول مجموعة مش أهم، دول مش مجموعة بس، دول مش هم اللي قتلوا بس، هو دلوقتي اللي بيؤيد هذا القتل ويعني ويثمنه، ده نقول عليه إيه يعني؟ بتقولوا عليه إيه أنتوا؟ تفتكروا إنه هو يعني أقل وطأة من اللي قتل، نفس اللي قتل ولا إيه يعني؟ ما هو طالما حابب ده وفرحان بده، لو كانت جات له الفرصة ان هو يقتل ما كان هيعملها ويعمل كده يعني، عادي جدا. فللأسف الشديد يعني دي الأجزاء الخاصة بالمأساة اللي احنا عايشين فيها. مسؤول في كنيسة ماري جرجس بيناشد الرئيس السيسي تكريم القس رافائيل موسى، ده اللي انا عرفته الحقيقة، وزعلانة جدا، بيقول ان محدش من القيادات الإسماعيلية حضرت الجنازة يعني. ما عرفش بقى يعني، انا ما سمعتش خالص ان في حد من القيادات راح حضر الجنازة، ما علينا مش مشكلة. نيجي بقى نروح ل طبعا احنا كان في عندنا، احنا زي ما احنا هنا طبعا ده الاستهداف ابونا زي ما حكينا لكم كده بالظبط. حصل ايه؟ في اعمال ارهابيه بتحصل في العريش، في اعمال ارهابيه بتحصل في سيناء عموما وفي الشيخ زويد، واستهداف لضباطنا واستهداف من القوات الانفاذ واستهداف من الشرطه ومن الجيش، بيحصل. لكن هنا لما انت تروح يعني، لما يتم استهداف اللي هم على خط الدفاع وعلى خط الهجوم على الإرهاب ومحاربة الإرهاب، لكن قدس أبونا كان بيعمل لهم إيه؟ فهم رايحين لأبونا علشان هو مسيحي، رايحين لأبونا عشان هو كاهن. لكن احنا طبعا بننعي كل شهداء الوطن، شهداء اللي استشهدوا في بالنسبة ليه
في كمان الاستشهد في سيناء صباح الاربعاء، ده كان قبل قدس ابونا على طول. اهالي كفر شكر بالقليوبيه شيعوا جثمان الشهيد الملازم اول مصطفى عطايا. مصطفى الحقيقه كانوا كاتبين عنه ان هو يعني دكتور، وكان يعني راجل جميل جدا برضو، كان شاب يعني جميل، وكان بيعمل اعمال خير، وكان ممكن يعني يفيد بلده بشكل كبير، ولكن للاسف نار الارهاب ايضا يعني اودته قتيلا. وشيعت الجنازه من مسجد الكبير بقريه كفر شكر. كان في كمان يعني جنود ايضا استهدفوا على الحدود في اشتباكات مع ليبيا، عفوا في اشتباكات على الحدود مع مسلحين الحدود مع ليبيا. وكان في برضو مجموعه استشهاد واصابه 9 من حرس الحدود اثناء مرورهم في دوريه امنيه برصاص مسلحين في الفرافره. اللي استشهد كانوا 2 ضابط و4 جنود واصابه 3 مهربين في تبادل اطلاق النار اللي حصل بالفرافره. ده برضو كان الحقيقه يعني، وتم تشييع جنازتهم النهارده. 2 ضباط و4 جنود كل واحد منهم تم تشييع جنازته في قريته. الحقيقه فاحنا بننعي كل الشهداء، واحنا عارفين انه في ارهاب وفي كل حاجه، بس اللي احنا بنتحدث عنه هنا انه لما يبقى الاستهداف على الهويه استهداف لكاهن، لما يبقى برضه في قريه كوم اللوف بقى دلوقتي واللي احنا هنتحدث عنها مشاهدينا دلوقتي، يعني نلاقي المأساة اللي بتحصل. احنا لسه موضوع العمريه ده، قريه البيضه في العمريه ونفس السيناريو والمبنى، ولغايه دلوقتي الله اعلم عم نعيم واخوه رجعوا بيتهم، دخلوا بيتهم ولا لسه متهجرين بره بيتهم، يعني قاعدين بره بيتهم. فاحنا عندنا نفس السيناريو اهو، اشرف بيبني بيته، لا ده هيبني كنيسه، هو مجرد انه رمى عمدان ما عملش حاجه تاني غير كده. طيب لا ازاي تبني كنيسه؟ طب انتوا مالكم يعني؟ افرض ان هو واخد يعني، فلنفرض انها تطلع كنيسه ومن غير تصريح، انتوا مالكم؟ مش في جهات رسميه هي اللي هتحاسبه لو هو مش واخد تصريح مثلا؟ يعني رغم ان انا بشوف حاجات كتير من غير تصريح، لكن الكنيسه والصلاه عايز تصريح، الكنيسه والصلاه لازم يكون بتصريح. أحداث عنف التي حدثت في قرية كوم اللوفي بصمالوت المنيا، طبعا بعد انتشار إشاعة عن أنه في منزل أشرف خلف هيتحول إلى كنيسة. الأهالي تجمعوا أمام المنزل أشرف وأشعلوا النيران فيه وفي بيوت تانية جنبيه، والنيابة بالتأكيد بدأت تحقق. وإحنا طبعا شايفين حضراتكم هذه المشاهد للحرق، والمشاهد اللي انتشرت أيضا لهذا الحريق اللي كان فجر يعني في الساعات المتأخرة من ليل الأربعاء وفجر الخميس. بدأت الأحداث واستمرت الأحداث على مدى 24 ساعة، شهدت طبعا يعني اعتداءات على المواطنين. وكان طبعا مواطني القرية اسمه أيوب خلف فهمي عنده عقار وبيبنيه، عفوا يعني هو بيقول انه كان في برضه حاجه يعني حاجه من العقارات باين تقريبا كانت مخالفه، بس مش مشكله يعني، الموضوع ده مش بتاعهم هم، لكن هم اللي اثرهم جدا انه الاشاعات اللي بدات تنتشر ان الحقه ده هيتحول، البيت هيتحول لكنيسه. والواقعة دي كانت بدأت من يوم الاثنين لما تجمع 15 من أهالي القرية، راحوا قسم شرطة صمالوط عشان الإبلاغ عن العقار ده، وقال لك إن في عقار مخالف وإن هم هيحولوه كمان لكنيسة. فتم الأمن وقف مركز الشرطة يعني، أمر بوقف البناء وجاب صاحب البيت وجابه وقال له إنك أنت دلوقتي بتعمل إيه؟ قال لهم أنا ببني بيتي، أنا مش هبني كنيسة ولا أي حاجة. أخدوا عليه تعهد على إنه هو فعلا هيبني كنيسة، هيبني بيت عادي مش كنيسة، لكن الناس ما سكتتش. فالموضوع كان مستمر من يوم الاثنين. جه بعد كده لقينا انه بدأت الامور انه زي ما بقول لحضراتكم يعني، لما راحوا وتجمعوا فهم كانوا 2، ايوب خلف واخوه اشرف خلف، الاثنين دول اللي هم اصحاب البيت اللي كان بيتبني. فبعد كده الشرطة زي ما قلت لحضراتكم اخذت التعهد، فضلت الامور فيها حساسيات. يبدو ان هم جمعوا بعضيهم، ما عجبهمش ان هم كانوا متخيلين ان لما يبلغوا مثلا تقف اعمال البنى بالكامل ويتم القبض عليهم. المهم فضلوا من غير من يوم الاثنين بعد ما راحوا عملوا البلاغ والاسم استدعاهم، استدعى ايوب واشرف. راح بعد كده جات الاحداث، بدات بقى التجمع اللي جه يوم فجر الخميس والحرق والتهجير. وطبعا يعني الناس بتحكي لي من الناس اللي راحوا وشافوهم بيقولوا لي قد ايه طبعا شكلهم كان متبهدلين وحافيين وحاجه تحزن، وانهم مصرين المتشددين دول ان الاسر دي وقرايبهم مش هيرجعوا القريه، اللي هو برضو السيناريو اللي بيستمر بعد كده. راح العميد عبد الفتاح الشحات، كان اتقال ان هو قال ان عدد المقبوض عليهم في احداث قرية كوم اللوفي وصل ل 26 متهم، العدد قابل للزيادة، وقال لك انه طبعا اللي اتقبض عليهم من الطرفين وحكى الحكاية.
أتى بيان مطرانية صمالوط، ونأمل أنه بنفس القوة اللي كانت قبل كده في أحداث الـ مع أبونا مكاري مع نيافة الأنبا مكاريوس في أحداث سيدة الكرم. هي هنا دي كوم اللوفي، في ناس اعتبروها افتكروها هي نفس القرية، قرية الكرم دي كانت ده تبع أبو قرقاس بس محافظة المنيا، قرية كوم اللوفي تبع صمالوط محافظة المنيا أيضا. فأتى الحقيقة بيان المطرانية صمالوط بنفس القوة ورفض الجلسات الصلح والمطالب اللي بيطلبوها. معانا أعتقد البيان، والبيان برضو نشر باللغتين العربية والإنجليزية، بيان مطرانية صمالوط بخصوص أحداث قرية كوم اللوفي. استنكر نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران صمالوط الأحداث اللي وقعت أمس الأربعاء، زي ما بقول لحضراتكم كانت في الساعات المتأخرة من الأربعاء وفجر الخميس، في قرية كوم اللوفي التابعة لمركز صمالوط بمحافظة المنيا، حيث شرع مواطن قبط يدعى أشرف خلف وشقيقه أيوب في البناء على قطعة أرض مملوكة لهم، صارت شائعة مفادها الشروع في بناء كنيسة. تدخلت الأجهزة الأمنية على إثرها، استدعت صاحب المنزل لأخذ توقيعي على إقرار يفيد أن البناء معد لغرض السكن وليس لأداء الشعائر الدينية، لكن ذلك لم يمنع مسلمي القرية من التجمهر والاعتداء على منزل أشرف والعديد من المنازل المملوكة للأقباط. أسفرت تلك الاعتداءات على حرق عن حرق أربعة منازل، طرد أشرف وجميع أفراد عائلته من منازلهم. والمطرانية تطالب وتطلب من الدولة الآتي: 1- تعويض وبناء منازل الأقباط التي تم نهبها وحرقها. 2- لا للجلسات العرفية للتصالح إلا بعد تطبيق القانون. 3- الموافقة على تصريح بناء الكنيسة المقدم منذ 10 سنوات في أرض تابعة للمطرانية، حيث أن الأقباط يذهبون للصلاة في كنيسة القديس أبو سيفين بعزبة رفلة والتي تبعد عن القرية بأكثر من 8 كيلومترات. طيب، ومعانا ومع حضراتكم مشاهدينا الآن القس استفانوس شحاتة وكيل مطرانية صمالوط. قدس أبونا، برحب بقدسك معانا. أهلا يا دكتورة منى، ازيك؟ أهلا بقدسك. طبعا البيان الحقيقة في منتهى القوة، وبشكرك جدا ابونا انك كنت باستمرار الحقيقه مع في متابعه الصحفيين والنشطاء، يعني بتمدهم بكل المعلومات اللازمه من بدء وقوع هذه الاعتداءات. المطالب اللي طلبتوها واللي طلبها نيافه الانبا بفنوتيوس، يعني في اي رد جاءت عليها ولا لا؟ هو كان في محاولات امبارح من بيت العيله بالتدخل والحل والصلح، لكن احنا كمطرانيه رافضين تماما اي تدخل ونرفض اي تدخل من بيت العيله او من جلسه صلح، ولازم يكون في وقفه، واذا لم يتم الردع وساده القانون هيكون وقفه من كل الاساقفه اللي حوالين سيدنا الانبا فنوتيوس، اذا كان الانبا مكاريوس، اذا كان الانبا غاسون، اذا كان الانبا اثناسيوس، كلهم متاهبين لعمل وقفه مهمه علشان الموضوع ده يتكرر كل يوم وكل شهر في المنيا بالذات. يعني انا يعني فعلا معاكم في الوقفه دي، وانه في اتحاد كده، لان الحاله للاسف الشديد محافظه المنيا هي من اكثر المحافظات اللي كل شويه والتانيه عندنا واقعه شبيهه، إذا كانت وقعت إشاعة عن علاقة ما بين بنت مسلمة مع واحد مسيحي، إذا كانت وقعة بمثل هذا الشكل موضوع الحقه هيبنوا كنيسة للأسف الشديد. طيب متابعتك يا قدس أبونا، إحنا دلوقتي هل الأمور هادية في القرية؟ هل اللي مقبوض عليهم من المسيحيين؟ يعني قول لي. أنا طبعا شرحت المشاهدين ما تم لغاية البيان اللي تم إرساله من قبل المطرانية، لكن ماذا بعد، أو ما يعني ما الأحوال الآن في القرية؟ طبعا الوضع محتقن جدا في القرية، وفي تواجد أمني، لكن المسيحيين نفسهم مش بيعرفوا يطلعوا ويخرجوا وخايفين، وحتى لو حد راح القرية مش بيلاقي تعاون مسيحيين من الخوف. وانت لو سألتي صاحب المشكلة أشرف هيقول لك احنا كويسين واحنا المسلمين حلوين، ويقعد يشكر في كل الناس، لأن هو يعني الخوف داخلهم جدا وخايفين جدا طبعا للأسف يا قدس أبونا. طب اللي اتقبض عليهم بقى، اللي اتقال ان هم 25 وال 25 من الطرفين، واللي احنا دايما بيحصل ان يتقبض على مسيحيين ومسلمين، هل قدسك عندك بيان بمين المقبوض عليهم المسيحيين وايه التهم الموجهه ليهم؟ لا، اولا ما فيش حد مقبوض عليه من المسيحيين، هم راحوا استجوبوهم في النيابه اللي هو اشرف واخواته،
استجواب بس عشان معرفة واتضح ان فعلا دي اشاعة مغرضة ملهاش اي يعني حقيقة ولا لكن هم ما كان مربوط عليهم 24 والنهارده وصلوا 26 قابض على 2 تاني من جملة المطلوب 33 واحد مسلم اللي هم اصحاب الشغب اللي خدوا اساميهم يعني. طيب يعني قدسك تابعت ده لانه اللي اتكتب في البيان اللي كان صدر الحقيقه من بالنسبه من العميد عبد الفتاح الشحات وكان انتشر في بعض المواقع الاخباريه انه المقبوض عليهم من الطرفين، فكده قدسك بتاكد ان اللي كان من المسيحيين دول كان تم استجوابهم فقط ومفيش ولا حد منهم محبوس. لا لا مفيش حد محبوس من المسيحيين لا. طيب تمام، دي حاجه، ده خبر كويس يا قدس ابونا الحمد لله، لان احنا قلنا طبعا ممكن يحصل بقى الضغوط اللي هي بتحصل لما يكون في متاخد مسيحيين ونقعد نضغط. طيب ردكم ايه ورد نيافه الانبا بفنوتيوس على موضوع بيت العيله اللي هم عايزين يتدخلوا قبل ما القانون ياخد مجراه في كل قضيه؟ الكنيسه ترفض تماما تدخل اي مساعي الصلح. اولا بيت العيله يعني للاسف ان انا اقول هو ملوش دور فعال. ما يعني اي تدخل للصلح احنا بنرفضه تماما، وده البيان اللي طلعه الانبا فنوتيوس واللي احنا بنقوله، نرفض اي تدخل للصلح والقانون ياخد مجراه ولازم الناس دي تعاقب، لان لو ما تعاقبتش الناس دي الموضوع هيتكرر ثاني وثالث وعاشر. تمام. طيب ماذا عن المطالب؟ لغايه دلوقتي ما حدش طبعا رد، ولا وهننتظر برضو لغايه ما نشوف ايه اللي هيتقال. يعني يمكن برضو احنا انتظرنا في الواقعة بتاعت سيدة الكرم لغاية ما يعني الرئيس السيسي كان خرج في احدى الافتتاح في احدى المشروعات وتحدث بانه القانون هياخد مجراه، فهل احنا برضو في كل واقعة هننتظر ان الرئيس يخرج، ولا المفترض انه دي تبقى قاعدة انه اي استهداف، اي خسائر تحدث لبيوت مسيحيين، اي حرائق، على طول على الفور يكون في قرارات من محافظة المنيا بالتحديد لان هي صاحبة الموضوع بتعويض المتضررين؟ هو دكتورة منى، المشكلة مش في التعويض بس، المشكلة ان كل مشكلة الشرطة بتبقى عندها علم ويبقى في تراخي في اي يعني اشرف ده لما خدوه ومضوا على اقرار ابونا المسؤول اللي هو ابونا ياستا اللي كان مسؤول على البلد اتصل بسيادة المأمور قبل الاحداث في المغرب وقال له زي ما انت خدت اقرار على اشرف أمنوه لأنه ممكن تحصل حاجة، وما حصلش أي حاجة من المركز بعد حتى عسكري واحد يقف، ودي كل مشكلة نلاقي المركز عنده علم والأمن عنده علم والأمن الوطني عنده علم ما يتحركوش غير لما تحصل مصيبة. طيب يعني ما هي دي برضو اللي حصل كان في واقعة سيدة الكرم لما قالت برضو ان هي راحت وبلغت ومحدش. طب يعني اللوم بقى ولا الكلام هنا مين اللي احنا نتحدث معهم المسؤولين على تواطؤ او تباطؤ الامن؟ يعني خلينا نقول تباطؤ، بلاش نقول كلمة تواطؤ، فايه الوضع يعني لما هم عارفين ان في ازمة ليه ما بيبقاش في تواجد؟ ايه الفكرة؟ ده اللي احنا بنقوله لازم يبقى في قانون، في سياده القانون، لازم في تحرك قبل المشكله، لازم كل مسؤول يبقى عارف ان طالما في اشاعه في احتقان في بلد يروح ويعمل ويحل المشكله من اولها، ولو حصل ده مش هتحصل المشاكل اللي بتحصل كل يوم. وبعدين كمان بنطالب البرلمان باخراج القانون ده اذا كان في قانون لصالح المسيحيين لبناء الكنائس، اذا كان في قانون هيطلع عادل وصالح، رغم ان احنا مش منتظرين فعلا ان يكون قانون صح، لكن على الاقل سرعه اخراج القانون لبناء الكنائس وحل المشكله دي اللي كل يوم ان في اشاعه الكنيسه وان في كنيسه بتتبني والناس بتتضرب، لازم حل جذري. تمام. طيب ايه قصه ان انتوا في تصريح للكنيسه لغايه دلوقتي بيردوا عليكم ايه يا سابونا انه يكون يبقى كنيسه هناك؟ لانه زي ما ذكر في البيان انه الناس بتروح تصلي على في كنيسه على بعد 8 كيلو متر يعني في قريه تانية، فايه اللي معطل يعني لما بتسالوا عن تصريح البناء يعني بيترد عليكم ايه يا سابونا؟ احنا من 10 سنين بيترد علينا ان الشباب هناك كل شباب في اي قريه ما فيهاش كنيسه يقول لك الكنيسه تبين على جثتنا، مستحيل تبين كنيسه في المكان ده، وكان الكنيسه ده جرم بيحصل للمسلمين ان هي تبين كنيسه ونحن نطالب بكنيسه، واحنا فرصه ان احنا بنطالب بكنيسه في قريه كوم اللوفي لحل المشكله كمان، لكن لما راح بيت العيله
البلد امبارح وعملوا اجتماع كان هتاف من الشباب ان على جثتنا تتبني كنيسه في القريه. يعني بالفعل دي معلومه انا يمكن جديده عليا يا اتسابونا، يعني هم بيت العيله راحوا امبارح القريه وتجمعوا مع الناس على اعتبار ان يكون ليهم دور، لكن اللي حصل الهتافات بقى انه على جثتنا ان يكون في كنيسه. بالظبط كده. وفي الاخر بقى بيت العيله يجي للكنيسه عايزين نعمل جلسه صلح. طب ما تشطروش ليه على اللي بيهتفوا دول ولا قالوا لهم حاجه ليه؟ لا طبعا مش هيضطروا ليه، لان هم من حقهم يهتفوا، من حقهم. مش كنيسه، احنا اللي مش من حقنا نبني كنايس، واحنا مش من حقنا ناخد حقنا في وطننا، واحنا ما لناش اي وطنيه في مصر. تمام يا اوتسابون، واحد حزين صدقني يا اوتسابون اللي بيحصل، وان احنا يعني اصبحنا دلوقتي بعد الثوره واحنا في ذكرى 3 سنوات على مرور ثوره 30 يونيو، احنا لسه عشان نصلي في كنيسه عايزين تصريح، عشان الكنيسه ما بتتبنيش علشان في شويه ناس مش عارفين الامن يسيطر عليهم بيقولوا ان على جثتنا لما تتبني كنيسه. دور بيت العيله دور زي ما حضرتك ما قدسك ذكرت انه غير فعال بالمره، غير انه بس عايز يجي على المسيحيين وخلاص، ومش عارفين الى متى ستتكرر هذه المآسي وهذه السيناريوهات، وفي نفس الوقت انه ازاي لغايه دلوقتي برضو لما بيبقى فيه احنا بنتحدث عن من يوم الاثنين المشكله، زي برضو كل المشاكل بيبقى من كذا يوم الموضوع رايح عند قسم الشرطه ورايح عند الامن، والامن عارف ان في حساسيات والمفروض انه ليه نضرجيه هناك وليه ناس، بس بيبدو كده بانه سايب الدنيا عشان يعتادوا على المسيحيين. ما هو محدش يقدر يترجمها غير كده، انا اسفه يعني اي حد هنحكي له الحكايه دي ونقول له ده الامن عارف وما راحش في كل الوقائع دي هيقول لك الله، ده يبقى الامن عايز الدنيا دي تحصل، يبقى الامن مش عايز يروح غير بعد ما تخرب، بعد ما تتحرق البيوت وبعد ما الناس تتبهدل وتتهان. طب قصه التهجير يا اوتسابونا دلوقتي هم رجعوا يعني رجعوا في القريه، موجودين في القريه اشرف وايوب والاسر اللي هم كانوا عايزين يهجروهم؟ طبعا هم رجعوا، بس انا عايز اقول لك حاجه. قصه التهجير دي لما دخلوا يحرقوا البيوت، هم دخلوا البيوت حتى كانوا عايزين ياخدوا الستات، المسلمين كانوا عايزين ياخدوا الستات، لدرجه ان ابراهيم نفسه خلص مراته منهم بالعافيه، كانوا عايزين ياخدوهم وما يعني ويسحلوهم ويعروهم حاجات كتيره. لا معلش يا اتسابونا، ابراهيم مين؟ يعني ده واحد من اللي هم الاسره اشرف ابراهيم وايوب؟ اللي هو اخ اشرف، ابراهيم اخ اشرف. ابراهيم ما هو اخوهم الثالث. انه خدوا مراته وكانوا عايزين يدخلوها الزرع، ما اعرفش يعملوا بيها ايه بقى. الله اعلم، لكن ابراهيم خلص مراته بالعافيه منهم. عشان كده هم خدوا ستاتهم وخدوا ولادهم وجريوا في الزرع وطلعوا هربوا اثناء الاحداث. وده اللي خلاهم طلعوا يعني البلد، لكن هم رجعوا البلد تاني. انا اللي فهمته برضو من الناس هناك في البلد، يعني من الناس النشطاء اللي راحوا، انه زي ما هم اهل البلد كده كانوا بيقولوا كنيسه على جثتنا، كانوا برضو مش عايزين الاسر دول يرجعوا تاني للبلد. لكن زي ما قدسك ذكرت احنا كنا بنحاول نتواصل مع اشرف الحقيقه لكن مش بيرد، واضح قدسك قلت لنا ايه اللي هيتقال، ان هو هيقول ان انا كويس وكله تمام، وفي النهايه للاسف برضو اللي هو بيبقى الجزء الخاص بانه خايفين يحصل لهم حاجه في اي وقت. طيب ده اللي عمله امبارح اشرف، لما كان في لقاء في التي في معايا، اشرف اتكلم وقعد يشكر كل الناس وشكر الامن، فانا قلت يا اشرف انت نسيت تشكر الناس اللي حرقوا البيوت كمان يعني بالمره، عشان تكمل القصه. يعني هو المشكلة يا أتسابونا للأسف الشديد أن أي حد محطوط في المشكلة دي لما تيجي تكلمه يقول لك أصل اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، أنتوا هتعملوا لنا إيه لو جم يعملوا لنا حاجة؟ ما هو الأمن ده حتى بيبقى يوم ويومين وماشي. يعني أنا حاسة بيهم، معرفش رأي قدسك، طب إيه الحل؟ يعني الناس دي فعلا بتبقى خايفة، عشان كده هو بيقول الكلام ده، يعني بيبقى خايف محطوط في موقف إنه شايف اللي حواليه عايزين يفترسوه في أي لحظة، والامن مش عامل حاجه، ده الامن سايبهم. فانا مش عايز الحل في ان تغيير سياسه الغابه، ان القوي يغلب الضعيف والمسيح ملوش اي حق في البلد، ويكون في سياده قانون، تكون دوله قانون. صح. مش غوغاء شويه همج يبتدوا يحرقوا ويطردوا الناس الغلابه ويعملوا حاجات كثيره، وتتغير ثقافه الناس لقبول الاخر، كل ده مهم ان يتعمل. بالظبط للاسف، ما عشان كده انا بقول لقدسك انه انا مديهم عذر، انا عذراهم يعني، انا عذراهم اللي بيبقوا في المشكله دي، لانه فعلا يعني احنا المفروض نكون اقوياء ونواجه، وانه يعني
لكن خايفين على عيالهم، خايفين على اللي تعرضوا له، بيبقى طبعا صدمة كمان بتستمر معاهم، طالما لان احنا هنا واضح ان احنا يعني اوجزنا مع قدسك كده انه الحل لازم يكون احنا عندنا مشكلة في الامن تباطأ وتواطأ، اذا كان يعني تواطأ، وعندنا مشكلة تانية ان هو غير قادر على حماية المواطنين المصريين اللي بيبقوا تعرضوا لمثل هذه الاحداث كل مرة، الامن غير قادر. فيعني للاسف الشديد يا قدسابونا، هنتابع مع قدسك، واعتقد يعني انه يعني هذا الموقف، انا مبسوطه ان قدسك طمنتني ان كل الاساقفه بالنسبه لابارشيه المنيا وضواحيها وكله متفقين على اتفاق واحد انه لا لجلسات الصلح بعد اليوم، وان لازم القانون ياخد مجرى. عايز تضيف حاجه يا قدسابونا؟ قدسابونا واضح طبعا. انا بشكر قدسابونا ستيفانوس شحاته وكيل مطرانيه صمالوط، وبحيي هذا الاداء يعني بالنسبه اقصد للاتفاق ده والوقوف كل الاساقفه يعني اللي موجودين في محافظه المنيا كلها والمدن كلها بانه فعلا لازم الموقف ده يتاخد. طبعا احنا هنلاقي برضو انه احنا اليومين الواقعه دي بدات يعني حتى البيان بالنسبه لمطرانيه صمالوط نشر باللغه الانجليزيه، برضو البيان اللي كان بالنسبه لاستشهاد قدسابونا رفائيل موسى كتب باللغه الانجليزيه. الحقيقه دي حاجه يعني حاجه حلوه جدا ان احنا كده، ويا ريت بكل اللغات علشان خاطر ان احنا النهارده لازم العالم كله، احنا مش بنستقوى بالعالم، احنا بنرصد الواقع المر اللي لو انتوا عايزين ما يبقاش فيه وحاجات زي كده ارجوكوا صلحوه. يعني هنا ما حدش يقول انتوا بتستقوا بالخارج، لا مش استقواء، احنا بنعرض اللي هو المفروض يظهر للعالم كله ان احنا في الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو ما زال المسيحيين بيتعمل فيهم كل ده، ما زال انه بيبقى فيه استهداف للكاهن المسيحي فيه وهو مروح لبيته. فايه هتعملوا ايه، في ايه الحل؟ اذا كنت هتقولي منطقة سيناء والعريش طب على عيني انتوا بتعملوا مجهودات انا عارفة، لكن القرى اللي كل يوم والتاني بتحصل ازمة عشان بنى كنيسة، لان الكنيسه مش فيش تصريح، ولان والحكومه والمحافظه مش مديه تصريح لبنى كنيسه، في كل مكان بتحصل فيه واقع زي كده بنكتشف هذا الواقع الاليم ان ده كانوا واخدين تصريح كنيسه وللاسف محدش رد عليهم. طب ايه هنقعد مستنيين القانون اللي احنا مش عارفين اذا كان فعلا زي ما هو قدس ابونا قال هينصفنا ولا مش هينصفنا؟ يعني ايه الوضع، ايه اللي احنا هنعمله لغايه دلوقتي؟ يعني انا مش قادره اعرف بصراحه ايه اللي ممكن يحصل. يعني طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه الكنيسة نشرت، احنا عندنا بعض الصور اللي هي بتوضح لنا انه الكنيسة نشرت كل الحوادث دي باللغة الانجليزية او باللغات الاجنبية كمان، بيقول انه تقريبا في اكثر من لغة، وانه اعتقد انه ده بالنسبة لقدس ابونا، بس احنا معرفش اللينك ده كان مفروض انه فيه اكثر من صورة. يعني كان الحياة زي ما بقول لحضراتكم اتنشر وانتشر انه البيانات الكنيسة المرة دي كانت بأكثر من لغة، وانه طبعا إدانة واضحة لهذا الإرهاب وإدانة ورفض الجلسات الصلح بالنسبة للأمر الخاص بال يعني بالنسبة للأمر الخاص أيضا بكل الوقائع اللي بتحصل في الكرة. فنأمل بقى أنه ربنا كده يتدخل، وأنه في نفس الوقت يعني الرئيس السيسي يهتم بهذا الملف القبطي، وأنه وزير الداخلية مش عارفة رأيه إيه في أنك أنت لما يبقى فيه اشتعال أحداث في قرية وأن رجالتك ما بيعملوش حاجة، ما بيحموش المصريين المسيحيين، وهم عارفين ان في قلق وتوتر. يعني لما يروح لك للاسم صمالوط من يوم الاثنين، لما قبل كده برضه وقبليها بكذا يوم في سيدة الكرم راح للاسم بلغات، وهي نفسها بلغت ان احنا بيجي لنا تهديدات والامن ما بيتحركش. ممكن برضه وزير الداخلية عرفنا ده معناه ايه، ده نسميه ايه، ما هو عشان ما تزعلوش مننا لو احنا بنقول في تواطؤ من بعض عناصر في الداخلية، يعني ما يبقاش فيه زعل ولا حساسية. ما هو لو يعني قول لنا طيب انت يعني حضرتك تسميه ايه كوزير داخلية، يعني تسمي ده ايه، يعني لما بيبقى في توتر في منطقة وتسمي ان احنا نفاجأ بانه الامن غير قادر على حماية المسيحيين،
طب ايه؟ ما هو انا مش عارفه يعني، ممكن فعلا ده نفسره باي شكل بالظبط يعني. الحقيقه الواحد حزين فعلا جدا على كل ما يحدث. على الاقل احنا اطمننا من قدس ابونا دلوقتي انه المسيحيين اللي كانوا مقبوض عليهم كان مجرد استجواب، تم اخلاء سبيلهم، وانه دلوقتي في تحقيقات، وانه في المستهدفين المفروض 33 من المسلمين المتشددين، تم القبض على 28 منهم ولسه الباقي. فأعتقد إن دي كل دي أمور مبشرة بالخير بأنه تحقيقات ماشية. لكن أنا هنا برضو بنتكلم على ما قبل الواقعة، ما قبل تفاقم هذه الواقعة، إيه اللي بيحصل؟ ليه الأمن ما بيتحركش بالشكل المطلوب؟ أسر الأقباط اللي تم الاعتداء عليها في أحداث قرية كوم اللوف بسمالوط، بتقول المحافظة قامت بصرف 15,000 لكل متضرر، ولكن خسائرنا أكبر بكثير. ده على حسب تصريحات من أشرف وأخواته إنه المحافظة صرفت 15,000 جنيه، لكن الخسائر طبعا أكبر بكثير بكثير. إبراهيم خلف لوحده بيقول إنه الحاجات اللي اتحرقت ب10,000 جنيه، وكان في ماكينات خياطة، وكان في ملابس وأقمشة لزوجته شكلها بتشتغل بتعمل في مجال الخياطة. القس فلتقوس راعي الكنيسة قال احنا متمسكين بحقوقنا القانونية في محاسبة الجناه لعدم تكرار مثل هذه الأحداث. أنا بحيي هذا الموقف من الكنيسة ككل، وأعتقد أن دي حاجة الحقيقة ممتازة. يعني هنكتفي بهذا القدر. وإذا كان برضو كان في بعض الاتصالات اللي كان جات لنا، يعني كانوا بيقولوا لي في بعض اللي عايز يعلق، يعني إذا لقينا إن في اتصالات كتير ممكن نفتح الخطوط مع حضراتكم للتعليق على هذا الحادث. بس هرجوكم إنه لو التعليقات كانت بشكل سريع. أنا استوقفني الحقيقة، أنا برضو معرفش زمايلي إمكانية إن إحنا لو عرضنا في ترنيمة كده لقيتها كانت بتتكرر، عارفين من أيام أحداث اسكندرية، من أيام أحداث الإسكندرية وكنيسة القديسين، وفي ترنيمة لقيتها إنه يعني معبرة جدا الحقيقة. فحبيت يعني، هي لقيت إن هي في كل واقعة، أنا مش عارفة إذا كنا ممكن نعرض صور قدس أبونا أو صور من اللي معانا مع الصوت الترنيمة. طيب هي اللي انتوا شايفينه من كلمات الترنيمة دي كانت ساعة العمرية، ولو بحثتوا هتلاقوا كان في برضو مشاهد من كلمات الترنيمة تمشي برضو مع حادث كنيسة القديسين. فيعني خلونا يعني الحقيقة يعني نقول يا رب، يعني زي احنا طبيعي ان احنا في كل ده الى متى يا رب؟ انا احنا عارفين ان انت قلت لنا ان في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن صراخنا ودموعنا ليك انت، انت اللي هتقدر انك يعني تحمينا من كل اللي بنتعرض له ده. شهيد قدام باب الكنيسة.
ابني كلمات وألحان وأداء الترنيمة للمرنم يوسف الضبع، توزيع موسيقي أستاذ مينا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني الترنيمه دي ما بتطلعش ولا تنتشر، يعني كفايه غدر بينا وانزل يا رب لينا، غير في الاحداث اللي احنا بنشوفها يعني كل وقائع المتكرره يعني من ايام زي ما بقول لكم كنيسه القديسين لغايه دلوقتي، مرورا بكل الاحداث اللي حصلت. فيعني كتير بيسالوني على فكره عن مواقع التواصل الاجتماعي وزعلانين جدا والناس متضايقه ومش عارفه الى متى فعلا، واللي احنا كل شويه تحصل حاجه زي كده. احنا ما قدامناش غير الصلاه، يعني نصلي ان ربنا يتدخل، نصلي ان ربنا يعني يجعل هؤلاء المسؤولين يقوموا بوظائفهم وبهم يعني بمهامهم اللي مطلوبه منهم، انه لازم حمايه المواطن ايا كان مسيحي او مسلم. بس للاسف الشديد ان احنا اللي بيحصل ده احنا ما عمرناش سمعنا عن مجموعه من مسيحيين اتجمهروا في حته عشان سمعوا ان في زاويه او في جامع، ولا عمرناش سمعنا ان المسيحيين تضرروا مثلا ولا عملوا عمايل ولا حرقوا عشان كانوا بيسدوا الشارع في الصلاة والمصالح الناس، ولو حد معاه حد عيان ولا عايز ينقذه مش هيعرف يعدي لانه الشارع مسدود عشان بيصلوا. مش كده ده اللي بيحصل ولا ايه؟ طب هو ده ينفع؟ لكن محدش من المسيحيين بيتكلم. ماشي يعني الناس بتستحمل بتحاول تعمل اي حاجة، بالرغم ان ده برضو هو في تصريح للصلاة اللي هي بتبقى مفروش في الشوارع دي، هو ده ليها تصريح؟ انا نفسي تعرضت لموقف زي كده قبل ما اجي وفضلت واقفه ومحدش سال فيا، ما كنتش قادره ارجع لورا لان ورايا عدد قد كده من العربيات، ولا قادره اطلع لقدام لان الجامع سدد الشارع، لازم مجبور مضطر اني لازم استنى. لو كان ورايا ايه مش مهم، لو كان اي حاجه، لو كان معايا مريض لحد درجه نزلت واتكلمت معاه، ما خلاص ما ينفعش اصل مقفول علشان في. طب ايه رايكم؟ امال ليه بتقولوا يعني هو في تصريح للحاجات دي؟ يعني انا النهارده لو قلت سالت مسؤولين دول اللي بيبقوا واقفين هو في تصريح لوقف للشارع ده؟ مفيش تصريح. طب بتعملوا كده ليه ما بتتعاملوش؟ وبعدين هي الكنيسه مالها؟ يعني كل مره بنقول نفس الكلام، انا تعبت صدقوني وكلنا تعبنا، اكيد هنرفع ايدينا للسماء وهنصلي، لكن يعني لازم برضو النواب في البرلمان ارجوكم اعملوا دور بقى واعملوا موقف، ما مش فكره بقى الواتساب وانتشار الفيديوهات اللي مش عارف ايه على الجروب بتاعكم، ارجوكم بقى اعملوا حاجه، خليكوا اقوياء كده شويه كل المسيحيين والمسلمين في البرلمان. يعني انا برضو ما زلت بقول لما بيكون في واقعه ليها علاقه بمثلا اي حاجه ليها علاقه باخواتنا المسلمين في اي حاجه، كلنا بنشترك كلنا بنتعاطف، نيجي عند الاحداث بتاع الغدرات لا بلاقي مثلا ناس متعاطفين بشكل كويس ولا بلاقي اي حاجه. طب ليه ما بلاقيش ده؟ ليه ما بنلاقيهوش غير بس من بعض الناس القله؟ ليه كلكم ما بتنتفضوش؟ يعني ما هو انك انت تعمل يعني ان بيان الازهر لو فاكرين انه ده كفايه، لا مش كفايه، انتوا كلكم ليكم دور، كلكم ليكم دور عشان لازم تصرخوا معانا وللحكومه وللمسؤولين وللداخليه. سايبين الناس دي كده ليه من غير حمايه؟ بتعملوا كده ليه؟ سايبين الناس دي بمخخه دي ليه؟ اللي هي كل واحد كل شويه والتانيه متضايقين ان يبقى في كنيسه، هي الكنيسه بتعمل لهم ايه؟ الكنيسه بنصلي فيها من اجل كل حاجه، ده نفس الكلام اللي قلته برضو في موضوع البيضه العمريه، طب انا مش لاقي كلام تاني اقوله. يعني مفيش انتفاضه على اي حاجات سيئه في مصر ولا في شوارع مصر ولا في ولا بيوت دعاره ولا معرفش ما في، لا بتنتفضوا على الكنائس، انك واقف على جثتك عشان يبقى في كنيسه ليه برضو؟ ليه تبقى الكنيسه على جثتك؟ ليه؟ يعني فهمها لي، مالك بيحصل ايه في الكنيسه؟ الناس بتصلي حتى جوه الكنيسه، ما بتسد الشوارع، ما بتعملش اي حاجه، صوتهم ما بيطلعش، ما بيضايقكش، ما بيعملكش اي حاجه. ليه بتزعل لما بيكون في كنيسه؟ ليه بتزعلوا؟ نوعيتكم ايه؟ احنا بنقول ربنا يهديكم صدقوني وبنحبكم، يعني بنحبكم بامانه وبنقول لكم احنا لان ربنا امرنا بكده، بس ونفسنا ان انتم تتغيروا وقلوبكم تتغير. معانا الاستاذ ايهاب يسا. استاذ ايهاب اهلا بيك. طيب اسفين فقدنا الاتصال، فمش عارف انا عجزت عن اني اقول اي حاجه غير اني يعني هو ده اللي انا بقوله كل مره يعني بجد، وكلنا بقينا بنقول يا رب طب احنا ايه؟ يعني احنا كل مره بنقول هذا الكلام ومفيش فايده، يعني مش عارفين اخرتها ايه يعني بصراحه. طب احنا عندنا شويه احداث كده ممكن يعني نستعرضها في بعض الصحف اللي جت لنا، صفحات هناخد صفحات اولى. فمثلا العجاتي بيتحدث عن عصا الحكومه في وجه نواب البرلمان، انا مش فاهماها يعني ايه عصا الحكومه في وجه نواب البرلمان دي، ولكن تصريح غريب شويه.
الصورة اللي هتشوفوها برضو في الوفد كان عليها كلام بالنسبة لأشهر مطاردة أمنية لطلاب الثانوية العامة، وناس كتير بقى ايه اعتبرت ان الصورة دي معانا بتهيألي الجريدة، تمام، ناس كتير اعتقدت ان الصورة دي او يعني هي الصورة دي اتضح انها متركبة، ما علينا ماشي، بس بقى اهو شفتوا انتوا بتكذبوا، مفيش حد ولا الامن طارد ولا اي حاجة. يا جماعة لا، ما احنا كانت معانا الاستاذة منى الحلقة اللي فاتت، في اتقبض عليهم من الشباب ودخلوا اللي هو العربية المصفحة دي ولا العربية اللي هي الكبيرة دي. فيعني بغض النظر عدي الصورة دي، احيان كتير على فكرة، احيان كتير قوي قوي بيكون في صور اسمها صور تعبيرية بتيجي في المواقع او بتيجي في صفحات الجرايد يعني، فارجوك عدي الصورة دي، بس ده مش معناه انك انت تقف قدام انه ايوه دول كدابين ده ما حصلش حاجة، لا حصل حصل وانتشر الفيديو اللي فيه، جه بعد لما انتشر الفيديو ايوه بس اصل انتوا قلتوا اتضربوا والعيال ما اتضربوش، ما حدش قال اتضربوا، هو اتمسكوا بشكل مش ظريف ومش عارف ايه والقصه دي، فادي ده اللي حصل يعني. فبالنسبه للثانويه العامه احنا هنصلي لهم بجد، ربنا يكون معاهم في اليومين الجايين، لانه الامتحانات طبعا كل اغلبيه الامتحانات هيمتحنوها علشان خاطر اجازه العيد من يوم الثلاث. اللي عجبني قوي الحر والصيام يمنعان الاحتفال ب 30 يونيو، يعني مش اي حاجه، مفيش ناس متضايقه، يعني هو الحر والصيام اللي منع، هنعديها هنخليها الحر والصيام هم اللي منعوا الاحتفال ب 30 يونيو، ولو اني زي ما بقول نفسي الاذان تفتح لمعاناه الشعب، معاناه اسر ثانويه عامه، معاناه الاسعار، في معاناه بعد 3 سنين من الثوره، كنا نامل ان الوضع يكون مختلف. استشهاد ضابطين واربع جنود من حرس الحدود في اشتباكات في الفرافرة، وكمان وقلنا طبعا لحضراتكم تم تشييع جنازتهم النهارده، كان في تحليل الصندوق الاسود، دخان كثيف بدوره مياه الطائره المنكوبه، ويمكن انا قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت. بالنسبه حجوزات العيد، اشتباكات في حجز تذاكر السفر للصعيد لقضاء الاجازه، ولو تفتكروا ان كان الكلام مفتوح على موضوع التذاكر والازمه بتاعت التذاكر من فتره، علشان خاطر الجزء الخاص بكمان السوق السوداء، مافيا السوق السوداء لتذاكر القطارات في الاعياد. في اسرار جديده في رشوه الصحه، الوزير وقع على امر توريد وترك مستشاري يساوم شركه الترافيجين، معرفش ده دواء ولا ده ايه، لكن عموما احنا عندنا ازمات ازمات الفساد موجوده في كذا، يعني فاكرين وزاره الزراعه، وزاره الصحه كمان بقى هنا، بس انا هقف عند موضوع الفساد اللي في وزاره التربيه والتعليم، لان الواقعه دي من اكتر من سنه، بس الشربيني الهلال الشربيني حب يطلعها على السطح اليومين دول علشان يلهي كده عن ايه، ويقول للناس شايفين يا جماعه ده انا بحارب الفساد، طب ماذا عن تسريب الامتحانات؟ يعني ايه الوضع؟ يعني ايه الدنيا اللي احنا فيها؟ فطبعا يعني ايه التسريب، احنا يعني الخبر بتاع في قضيه فساد ليها سنه، ده يعني كان من وكاله اونا وانتشر الحقيقه والوزير يعني، بس احنا هنا بنتكلم عن انه في فساد، ايوه لكن انت مسؤول، وانت كنت جاي بتحارب الفساد ماشي، لكن انت مسؤول عن تسريب الامتحانات، وعن انه في برضو احدى التصريحات الغريبه للهلال الشربيني قال لك واحد ملتحي هو المسؤول عن تسريب نتائج الامتحانات، واتضح وقال لك اصل احنا كنا فاكرين انه دقنه دي مش عارف يبقى انسان ايه، كل الكلام ده كلام كتير قاعد يتحكى وتصريحات كتيره جايه من الهلال الشربيني الهلالي، لكن احنا في النهايه عندنا ازمه، الازمه دي هو مازال موجود في وزاره التربيه والتعليم، احنا عارفين الرئيس وعد بانه هيكون في الفتره اللي جايه بالتاكيد انه او يعني في اجتماعات على قدم وساق، انه في وعود بان العام القادم هيكون في تغيير في نظام الامتحانات، لكن انا بتساءل عن هذا العام والمأساة اللي تعرضوا ليها الطلبه واسر واولياء امور الطلبه اللي امتحنوا ثانويه عامه السنه دي، وان الوزير مازال ليه تصريحات غريبه. مصر ترفض قرارات حقوق الانسان حول الشذوذ الجنسي، وفي عندنا كمان الاخلاء سبيل طالبين توأم من متظاهري الثانويه. لو جريدة الأخبار اليوم الحقيقة برضو تحدثت عن إن شاء الله نتيجة الثانوية العامة هتكون 21 يوليو، المرحلة الأولى التنسيق يوم 24، وزير التعليم بيقول نسبة النجاح زي العام الماضي، استبعاد أوراق الإجابة المتطابقة بالتأكيد طبعا مع نماذج الإجابات. برضو سمعت انه هيكون ممكن تاخدوها من عندي بس زمايلي، سمعت انه هيكون في حاجة يعني بالنسبة لل تصحيح، في التصحيح نفسه اتقال ان مثلا في امتحان الفيزياء كانوا بيشتكوا من انه كان في فقرات صعبه جدا، ومن العينات بيقولوا ان فعلا كانت الاسئله الصعبه دي لقوا ان كتير من الطلبه مش مجاوبينها او مجاوبينها غلط، فكانت قالوا ان هم هيشيلوا الاسئله دي
خالص، ودرجاتها مثلا لو السؤال ده ليه او فقره في السؤال ليها 3 درجات هيوزعوها على باقي الامتحان. دي برضو حاجه كويسه، يعني بقول يعني كويس ان دي يعني بدره خير كده في التصحيح، انه هيتم مراعاه اي حاجات جت صعبه، يعني نقول برضو لاولياء الامور وللطلبه اطمنوا شويه. عندنا كمان اختلاس 250 مليون جنيه من دعم القمح في 7 صوامع، والتحفظ على شحنه فول مستورد مخلوط ببذور الخشخاش المخدره. في كمان لا مساس بأوضاع 600 ألف دارس حاليا بالتعليم المفتوح والعمل بنظام الشهادات المهنية سبتمبر القادم. الحدائق والمنتزهات تستعد لاستقبال المواطنين في العيد، شركة برأس مال 3.5 مليار جنيه لإدارة مدينة الأثاث بدمياط، و850 منفذ للسلع بمشروع جمعياتي. المشروع ده نال قبول على فكرة كتير من المواطنين المصريين، إنه بيوفر السلع الغذائية ومتطلبات العيد وكل حاجة بأسعار حلوة قوي. فيعني الحقيقة دي حاجة جميلة إن إحنا هيكون عندنا 850 منفذ للسلع بمشروع جمعياتي. في برضو بعض الأحداث اللي كانت في يعني رأس الصفحة، إزالة التعديات على 20,000 فدان في إنا، افتتاح تطوير شارع فيصل بعد أجازة العيد. وبالرغم أن جريدة الوفد كانت بتقول أن عندنا أزمة في تذاكر الطيارات، لكن جريدة الأخبار شايفة أن الأول مرة تذاكر القطارات بدون زحام. ما عرفش بصراحة نصدق مين فيهم، هنصدق الوفد اللي احنا لسه عرضينها لحضراتكم ولا هنصدق الأخبار؟ نشوف الجريدة اللي بعد كده اللي معانا ومعانا، وطبعا في بعض الصفحات الداخلية، بس خلينا نهتم بالصفحات الأولى فقط. والجرايد أغلبيتها متابعة الأجزاء الخاصة بالاعتداءات على الأراضي وكل ده. البنك المركزي استمرار العمل بكروت الخصم خارج مصر. كان طلعت إشاعة على موضوع أنه مش هيبقى فيه استخدام للكروت خارج مصر، ولكن واضح كده انه البنك المركزي رد على انه لا مفيش اي حاجه، وفي نفس الوقت هنا سماها كروت الخصم. هو معرفش ليه الناس فهمت ان الكروت اللي هي الفيزا كارد والكروت او كروت البنوك اللي هي بيبقى يسموها اللي تسحب من حسابك على طول من خارج مصر، فاعتقد انه مفيش، اعتقد ان حصل لخبطه في القرار ده. احتفالات شعبية عروض عسكرية في عيد ثورة 30 يونيو، الرئيس السيسي إرادة الشعب لا يمكن كسرها، بالرغم ان احنا برضو كنا شفنا لسه خبر بيقول ان الحر والصيام منع الاحتفال، فبرضو مفيش مشاكل ان احنا نلاقي جريدة بتنشر خبر، جريدة تانية بتنشر عكس الخبر، ما عندناش اي مشكلة مشاهدينا. تسابق الزمن لتحقيق الإنجازات وتحسين ظروف معيشة المواطن، وموضوع استشهاد الضابطين واستشهاد ايضا الارهاب يغتال كاهن الكنيسة في العريش، وفي كمان انتهاء 80% من اعمال ازالة تلوث شواطئ الغردقة، وعندنا كمان ليلة القدر تطور صناعة الفخار بقرية الفخار بقرية النزلة بالفيوم. في اصدار شهادات الوفاة لضحايا الطائرة المنكوبة هتكون السبت بإذن الله. وفي سداد، ده خبر مهم جدا مشاهدينا، بالرغم ان هو لو تاخدوا بالكم في الجريدة بصوا مكتوب بخبر صغنن ازاي، يعني يمكن لو زميلي اخد من عندي انا هنا، يعني سداد 1.7 مليار دولار لقطر، خلاص كده الديون او اللي هي اللي كان مرسي بيه والفلوس اللي كان واخدها من قطر والمديونية بتاعت مصر اللي كانت لقطر، مصر بآخر مبلغ ده 1.7 مليار دولار سددت كل الديون اللي هي حوالي 7 مليار دولار في خلال الفترة الصغيرة اللي فاتت دي. طبعا هتقولوا برضو تسددت منين، ما انت عندك الحاجات اللي بتيجي من السعودية واللي بتيجي من الإمارات والكلام ده كله، فبتتسدد من الاحتياطي، وفي نفس الوقت هي كانت الفكرة كلها انه يجب تسديد كل الديون اللي كانت من مديونية البي مرسي لما خد كل القروض اللي خدها دي ولا المنح ولا واتيفر اللي خدها، وبعد كده طلبتنا قطر بتسديدها، فدلوقتي خلاص ده هايل جدا جدا. في كمان عندنا اعتقد ده زي ما قلت لكم اهو، محافظ البنك المركزي قال ملتزمون بسداد كل الديون الخارجيه في مواعيدها، يعني ده استكمال وتفاصيل اخرى من داخل العدد في جريده الاخبار ان احنا ملتزمون بسداد كل هذه المبالغ، كل الديون الخارجيه.
مصر تؤكد عدم ارتياحها لقرار مجلس الشيوخ الإيطالي، كان في قرار من مجلس الشيوخ الإيطالي حيال قضية ريجيني، الخارجية العقوبات بسبب ريجيني لا تتناسب مع علاقة البلدين. مجلس الشيوخ الإيطالي كان عمل تصويت على عقوبات لمصر وعلى عدم توريد بعض المستلزمات اللي خاصة بقطع غيار لطائرات، قطع غيار لطائرات حربية. فالتصويت جاء من مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية طبعا، يعني دي واتقال انه ده عقاب عشان ريجيني، قضية ريجيني، وان مصر ما كانتش متعاونة. أتى رد الخارجية المصرية بأن العقوبات بسبب ريجيني لا تتناسب مع علاقة البلدين. تم الإفراج عن 144 سجين وعشان خاطر الأعياد، وخروج بتاع مسجون 48 ساعة لزيارة أسرته. وفي كمان اللواء الوزير يتفقد هضبة الجلالة استمرار العمل على مدار 24 ساعة رغم الأجازة. العمل في العاصمة الجديدة ماشي بشكل حلو جدا، وفي ناس زمايل لينا على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا يا جماعة عايزين في فرص عمل. كمان موضوع هضبة الجلالة أهو برضو العمل ماشي فيه، فيا ريت يعني الفرص، الناس بدل ما تسافر في أي حتة يا ريت تحاول تسعى لكل المشروعات الجديدة دي وتحاول إن هي تقدم فيها. دي حاجة جميلة جدا يعني بصراحة. فأعتقد يعني إحنا كده دي أهم الموضوعات. على الفريق أول صدقي الصبحي خلال لقائه برجال القوات الجوية 30 يونيو إحدى حلقات النضال الوطني من أجل الاستقرار والتقدم. كان في هدوء وسيولة مرورية في ميدان القاهرة رغم التشديد الأمني. فشل دعوات الإخوان للتظاهر بميدان هشام بركات، والهدوء يخيم على قصر الاتحادية والنصب التذكاري. فوجئنا كده إن كان في بيان من الإخوان ومش عارف بيقولوا إن ده على لسان مرسي، وحصل شوية استنفار أمني وحصل شوية تشديدات أمنية، وكانوا بيدعوا للتظاهر وجايبين بقى قصة الثانوية العامة وجايبين قصص كده في النص عشان بيقولوا ان هتبقى في اعمال عنف. لكن الحمد لله يعني الكلام ده كانوا بيتحدثوا عنه خميس وجمعه، فالحمد لله الامور عدى بسلام والهدوء كان فيه هدوء وسيوله مروريه. ده بالنسبه لبعض الاخبار اللي معانا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بالنسبه للطائره يعني البيانات اللي احنا تم استخراجها بيتم فحصها دلوقتي. الحاجات المبدئيه للطائره المنكوبه طائره مصر للطيران انه كان في دخان، ده اللي تم التاكيد عليه بالنسبه لموضوع الدخان اللي كان داخل الطائره المنكوبه قبل اختفائها. يعني ما اعتقدش ده مش جديد، احنا كده قلناه الحلقه اللي فاتت وبناكد عليه النهارده. في كمان وزير التعليم اللي انا الخبر اللي قلت لكم عليه الشيخ ملتحي سرب نتائج الامتحانات عبر الفيسبوك وتم القبض عليه. علق الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم على الاليه اللي بيتم بيها اختيار العاملين في المطبعه السريه. قال لك بيتم اختيارهم بناء على الكفاءه ومساله امانتهم ليست من اختصاص الوزاره، والوزير مش هيدخل جوه دماغ الناس عشان يعرف هم كويسين ولا لا، عشان ده دور اجهزه تانية. فيما يخص مسألة تسريب النتائج، وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني الهلالي قال إن واحد من الأشخاص المشتركين في التصحيح، وبصوا بقى الجملة، للأسف على الرغم من إنه من المفترض إنه ملتزم حيث تصل لحياته إلى بطنه. يعني أنا مش عارفة برضو أنتوا لسه مش عارفين السلفيين شكلهم إيه ولحيتهم شكلهم إيه والإخوان، بس ما علينا. هو اعتبر إنه المفروض يكون ملتزم عشان لحيته نازلة لغاية بطنه، لكنه قام بتصوير نفسه مع كراسات الإجابة من أجل تكذيب الوزارة حينما أعلنت أنه لا يوجد طالب حصل على الدرجات النهائية، فقام بهذا الفعل لإثبات كذب الوزارة. تم اتخاذ إجراء ضده في الحال، ومنذ أن توليت المنصب في خلال 9 شهور قمت بكشف 500 قضية فساد في النيابة الآن. طيب أنا يعني بس هعلق كده، يعني هو إيه رأيه؟ هو لما الشخص ده صور نفسه مع نموذج متجفي الدرجات النهائية والوزاره كانت قالت ان محدش حصل على الدرجات النهائيه، هو يبقى مين المدان هنا؟ يبقى الراجل ده ولا الوزاره؟ انا مش عارفه بصراحه، في تخبط غريب، حتى التخبط في التصريحات اللي بتنشر ومحدش واخد باله ومحدش معديها. انا عايز افهم يعني الاداء اللي باداء الحكومه مع وزير التربيه والتعليم ده ماشي بالسكه دي ليه؟ انا مش عارفه، بس ما علينا. الرئيس السيسي بيقترح نظام جديد للتعليم بدون ثانوية عامة، وفي دلوقتي دراسة على قدم وساق. الدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم
قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح نظاما جديدا للتعليم خلال افطار الاسره المصريه، وقال لك ان النظام ده لن يضم ثانويه عامه من الاساس، وهم دلوقتي المجلس في اجتماعات وبيقول ان النظام لا يعتمد على الحفظ والتلقين، يتضمن آلية حديثة للتقييم، سيعمل على حل أزمة الغش عشان هيلغي فكرة امتحان الثانوية العامة، هيتم وضع امتحان قومي واحد للحكم على مستقبل جميع الطلاب. ده اللي بيحصل في أمريكا، وده اللي احنا قلنا هم ازاي مش واخدين النظام ده. النظام اللي بيحصل في أمريكا طول السنة على فكرة الولاد عادي جدا في السنة بتاعتهم، ودرجاتهم أثناء السنة والامتحانات اللي بتبقى على السمستر اللي هو كل 3-4 شهور بيبقى فيه امتحانات، وبتأخذ درجات الامتحانات اللي زي كده، وبيجي في اخر السنه بيكون في امتحانات عارف زين زي نظام اعمال السنه كده، وبتتحسب الدنيا دي كلها، وطبعا الدرجات الاعلى بتبقى على الامتحانات الاخيره، يعني عادي جدا جدا. فمعنى كده ان الطالب ما يعتمدش على الدروس الخصوصيه، معنى كده ان الطالب ما يزوخش طول السنه، انه لازم يبقى ملتزم طول السنه، طول سنوات التعليم في الثانوي كده. تيجي بعد كده في امتحان، الامتحان ده مثلا احنا هنا الثانويه عامه 4 سنين، في مصر 3 سنين. النظام الثانوي بيجي يعمل ايه؟ بيقولك امتحان اللي هو بيسموه هنا SAT، يعني abbreviations كده او اختصارات. الامتحان ده اللي هو زي المعنى اللي هم هنا ذاكرينه، امتحان قومي واحد قومي. الامتحان ده بقى بيجي فيه ايه؟ بتيجي فيه حاجات اللي درسوه اثناء السنين كلها، وبيكون ليه نموذج امتحان، بيكون ليه نموذج للاسئله ونماذج للاجابه، وبيكون ليه كتب عشان يذاكروها. الامتحان ده بيبقى مهم جدا. بيجوا في اخر سنتين من نظام التعليم الثانوي في امريكا ان الطالب ليه حق انه يدخل 4 مرات الامتحان ده، والامتحان ده بيبقى في لجنه كبيره، وبيروح بيختار الطالب عايز يمتحن في انهي لجنه. يعني لما يبقى في نظام معمول بيه، انت ما تاخدوش ليه زي ما هو اذا كان نظام حلو، يعني خده زي ما هو. ودرجه الامتحان ده هي اللي بتحدد بشكل كبير قدرات الطالب. الامتحان ده ممكن يمتحنوا فيه في على حسب بقى انتوا، لو النظام هيستمر ادبي وعلمي ممكن، يعني انت خد الفكره نفسها وطبقها على الدنيا اللي عندك. الامتحان ده بيبقى ليه درجات، يعني الدرجات دي المفروض من 2000 درجة الإجابة، يعني درجة الدرجة عفوا 2400، يعني مش بغض النظر، المهم انه بيقول لك ان الطالب المفروض مثلا لو جايب 1800، لو جايب 1900، لو جايب 2000، يعني الفكرة أنا مش عايزة بس أغلط في الأرقام، لكن أنا بقصده مع حضراتكم إن ده حاجة جميلة جدا. بتيجي الدرجة دي بتاعت الامتحان المهم الكبير ده، والطالب لو دخل مثلا مرة ليه حق إنه يدخل مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة، وبياخد أحسن درجة هي اللي بيقدم بيها على الكليات، بجانب الأعمال السنة والإجابة اللي هي بيسموها GPA هنا في أمريكا، إنه هو ده النظام المتبع. ليه مصر متعملش ده؟ لا هيبقى عندك أزمة، يعني لما امتحانات الولاد بتعدي في الامتحانات الكبيرة دي أنا ما بحسش، عادي بتبقى يعني مش بالأزمة خالص بتاعت ثانوية عامة، لأن هو بيجيله من الدنيا اللي هو ذاكرها، دنيا ماشية حلو، عارف إنه مثلا جايب في السمستر الأول A بلس، يعني الفكرة ماشية بسهولة، مفيش حرقة الأعصاب. الاسترس الوحيد هو بيبقى في الامتحان ده بس، أنت ده امتحان وليك 4 فرص عشان تمتحنه، وحش ده. ومش هيعمل بقى، لانك في الامتحان ده بتدخل ممكن تمتحن انجليزي وحساب وعلوم، يعني بيبقى متنوع. بس ببساطة جديدة جدا اعتقد انه يعني شكلهم عايزين يعملوا النظام ده، اتمنى ان يتعمل النظام ده يا رب ان شاء الله. واقعة الفساد اللي انا حكيتكم بقول لكم عنها بتاعت وزير التربية والتعليم اللي طلعها على السطح، اللي هي بعد مرور اكثر من عام على كشف قضية فساد بالتربية والتعليم، تفاجأنا بوزير التعليم بالاعلان عنها في بيان رسمي للوزارة، على اعتبار ان انا يا جماعة جيت لكم علشان اهو انا من ساعة ما جيت وانا بحارب الفساد. معلش مش هتمشي معانا، محاربة الفساد ده من اداء وظيفتك على عيننا وعلى راسنا، لكن الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي هتعمل فيها ايه الا التصريحات الغريبة اللي انت بتصرحها، يعني اللي بتقول اللي بتقوم بالتصريحات عنها. موضوع جيني قلته لحضراتكم، بالنسبة انه أغلبية 159 صوت من مجلس الشيوخ الإيطالي صوت لصالح معاقبة مصر تجاريا، وانه مش مجلس الشيوخ الغرفة الأولى في البرلمان ألغى توريد قطع غيار طائرات F-16 لمصر، كان من المفترض تقوم الحكومة الإيطالية بتسلمها للقاهرة خلال أيام قليلة. بالنسبة للبرلمان والتوقيت الصيفي، الحقيقة البرلمان أقر بأنه وافق على أنه ما يبقاش فيه توقيت صيفي، جات الحكومة ما سكتتش، الحكومة قالت واضح أن نواب البرلمان مش واخدين بالهم، الحقيقة عايزين ياخدوا بالهم أن احنا عندنا أزمة، وأن إلغاء التوقيت الصيفي ده هيسبب خسائر في الكهرباء وفي البترول، فده طبعا أزمة جديدة هنا بين الحكومة وبين البرلمان بالنسبة للتوقيت الصيفي.
مجدي العجاتي بيقترح تأخير العمل به لأكتوبر بسبب اتفاقيات مصر للطيران. عبد المنعم العليمي يهدد بسحب الثقة على التطبيقي وبيقول تحملوا نتائج قراراتكم. برضو هنقول حاجة لنواب البرلمان الموقر، النظام العمل بالتوقيت الصيفي ده بيتعمل بيه في كل حتة. إذا كنت أنت برضو ما أنت أصلك عملت حاجة غريبة السنين اللي فاتت، كنت تعمله وبعدين تيجي في رمضان وتلغيه وتيجي بعد رمضان ما ينفعش. أنت في طائرات وفي اتفاقيات عالمية بتتعمل، فأنت ممكن تعمل أي حاجة يعني في إيدك. مثلا لو أنت شايف إن الناس مش عايزهم يعني أخر مثلا ميعاد وصول الشغل للناس، اعمل أي حاجة يا كده. ما هي يا جماعة أصلك أنت مش بالساعة، هي الفكرة إيه؟ مش ده للصلوات المغرب وصلوات الفجر والصلوات يعني على حسب الصلوات، فأنت بتعمل الفكرة دي ليه؟ اعمل اي حاجه. لما تخلي الناس بتتاخر علشان تروح شغلها، لا يعني ممكن انت في ايدك داخليا نعمل اي حاجه، لكن التوقيت الصيفي دول العالم كلها بتلتزم بيه وبتعمله لانه بيوفر كتير جدا. انت بتستفيد بساعات النهار، بتقلل ساعات الليل، فبتقلل الكهرباء، بتقلل حاجات كتير، يعني مفيد من جوانب متعدده. فاعتقد انه يعني انا مع الحكومه في الحته دي هنا، فالبرلمان عايز بس شويه يظبط الدنيا. موضوع ازدراء الأديان والكسب غير المشروع هيناقش بعد العيد، واعتقد ايضا برضو قانون بناء الكنائس، وان شاء الله هيكون لنا حلقة خاصة في هذا الحيال. عندنا ايضا البرلمان الخدمة المدنية، كل دي اخبار يمكن تحدثنا عنها. انا عايزة يعني اتحول لموضوع مهم جدا والموضوعات الخاصة بالشرق الاوسط والعالمي. احنا النهاردة كان الحقيقة الموضوع بتاع تطبيع العلاقات ما بين روسيا و تركيا. روسيا الحقيقة تفاجئنا بأن فلاديمير بوتين رفع الحظر عن السفر لتركيا بعد الحادث اللي كان في مطار أتاتورك، والتساؤل طب إزاي وصلت العلاقات ورجعت بمجرد اعتذار أردوغان عن إسقاط الطائرة الروسية اللي كانت منذ سنة، واعتذر ووعد بأنه هيعوض أسر الطيارين اللي كانوا وقعوا في الطيارة دي، واحد منهم اتوفى واحد منهم اتكتب له عمر جديد، فاللي هو طبعا اتقتل مش اتوفى يعني الطيار منهم اللي قتلوه. طيب ايه التحول الفظيع في العلاقات الروسية التركية دي؟ ايه التحول الغريب ده؟ ناس كتير طبعا واقفة قصاده. اللي بيهمنا احنا في مصر، انت النهاردة فلاديمير بوتين اشمعنا رفعت حظر الطيران والسياحة عن تركيا ولم ترفع الحظر ده عن مصر؟ طب في ايه يعني ايه الحكاية دي؟ برضو علامات استفهام عندنا الموضوع ده. يعني هنحاول ممكن بعد 10 دقايق كده لو انضم لنا ضيف ممكن نتحدث فيه اكتر، لكن في الحقيقة تداعيات هامة جدا بالنسبة للهجوم اللي حصل على مطار أتاتورك. انا قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا مش هنسبق الوقت لانه كان في شك منهم يكونوا الاكراد، اتضح انه فعلا عناصر ليها تبعية لداعش، تم الكشف عن منفذين هذه العملية الارهابية. السلطات التركية اعلنت عن جنسيات منفذي هجوم مطار أتاتورك، نشرت صور لهم. تركيا ايضا اوقفت 13 شخص على خلفية الاعتداء الدموي على أتاتورك. ومعنا الحقيقة كم تقرير كده ممكن نشوفهم مع حضراتكم بالنسبة لهذا. دي الصورة اللي هي اعتقد بالنسبة لروسيا وتركيا. معلش زميلنا انت مش شايفني، احنا رقم 48، تقرير 48. وسائل الإعلام للانتحاريين الثلاثة الذين نفذوا هجمات مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول مساء يوم الثلاثاء الماضي. السلطات التركية أعلنت جنسيات الانتحاريين الثلاثة قائلة إن أحدهم روسية والثاني من أوزبكستان والثالث من قرغيزستان. وتظهر الصور التي بثت واحدا من الانتحاريين داخل المطار بسترة سوداء وهو يحمل حقيبة بيضاء، وثانيا وهو يمشي على رصيف المطار قرب سيارات متوقفة في الخارج. أما الثالث فقد ظهر وهو ممسك برشاشة ويطلق الرصاص على الموجودين في قاعة المسافرين قبل أن يسقط برصاص ضابط في المطار ليفجر نفسه بعد ذلك. وفي إطار عمليات مداهمة متزامنة قامت بها الشرطة بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 260 آخرين، نسبتها السلطات التركية إلى تنظيم الدولة الإسلامية، أوقفت الشرطة التركية 13 مشتبها به منهم 3 أجانب. وفي أجواء من الحزن والأسى بدأت تركيا في تشييع جثامين عدد من ضحايا مطار أتاتورك على أن يتم دفن ضحايا الآخرين بعد عمليات التعرف على جثث جميع الضحايا. كما ترحم الأتراك في المطار على أرواح ضحايا الهجمات التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي يوم الثلاثاء الماضي.
في كمان مسؤول تركي للسي ان ان قال ان منفذو هجوم مطار اتاتورك جاءوا من الرقه بسوريا وقياده داعش متورطه بالعمليه. ادله قويه تشير الى ان الانتحاريين الثلاثه اللذين نفذوا هجوم مطار اتاتورك في مدينه اسطنبول جاءوا من عاصمه تنظيم داعش المزعومه الرقه. ده بالنسبه ل عندنا برضو بعض الكلام التاني. هو كده خلوا بالكم جنسيتهم كانوا ايه؟ كيرغيزستان، وعندنا كمان أوزبكستان، وعندنا من روسيا الثلاثة. فوزارة الخارجية الروسية كان في تصريحات مسؤولين أتراك عن تورط شخص يحمل الجنسية الروسية في الهجوم على مطار أتاتورك، فبتقول إن الجانب التركي يعرفه جيدا. هنا برضو خلوا بالكم إنه في بعض الحساسيات في المواقف. إحنا الأمر الحقيقة ما بين تركيا وروسيا، لا ده الدنيا هتبقى جميلة يعني. فبالتالي الفكرة إنه لما اتقال إن هو من روسيا لازم كانت روسيا تدافع، قالت لك إن تركيا عارفين هذا الشخص كويس جدا. في كمان رئيس لجنة الأمن القومي الأمريكي بيكشف أيضا للسي إن إن اسمه المشتبه بوقوفه خلف هجمات التنظيم بقى المنظم. مين اللي نظم الموضوع ده؟ قال لك العقل المدبر للهجمات اللي تعرض لها مطار اتاتورك في اسطنبول هو شخص مقرب من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو ما يعرف بداعش في الرقة بسوريا. في كمان قصة تم نشرها على قناة العربية. القصة دي الواحد اسمه أبو زراع الشيشاني، وقال لك إن هو ده الدماغ اللي دبرت هجمات اسطنبول. هم بالنسبة للنائب الأمريكي مايكل اللي هو رئيس لجنة الأمن القومي ما ذكرش أسماء، ولكن قال لك إن هو واحد من القيادات المعروفة. قناة العربية بقى هي اللي جابت تفاصيل عنه، إن هو شيشاني اسمه أحمد شتايف، معروف بلقب أبو زراع. بيقال إن هو بيقول أبو زراع لأن أسفل يمناه مبتور بالكامل، وهو من قام بتدريب الانتحاريين الثلاثة. وذكرت صحيفة تركية أنه مدرج بقائمة عقوبات الأمم المتحدة كقيادي مسؤول في داعش عن تدريب الناطقين بالروسية، إضافة إلى أنه مطلوب من السلطات في روسيا الحامل جنسيتها، وملاحق منذ أكتوبر الماضي من الأمريكيين. فبالتالي شاتايف اسمه شاتايف أحمد شاتايف أبو زراع، ونشروا صورته. ده كان تقرير من قناة العربية. زي بقول لحضراتكم بدأت كل المواقع تتحدث عن بعد الكشف عن هوية الثلاثة، وده اللي احنا قلناه. فكده مفيش بقى علاقة للأكراد بالحادث ده خالص، كده تأكد انهم داعش، انه هذا الشخص اللي هو أبو زراع هو اللي كان بيدربهم، وفي نفس الوقت انه هو بيتقال ان هو يعني معروف من قبل كده، يعني شيشاني ومعروف من قبل كده، وفي نفس الوقت برضو الشخص اللي جنسيته روسية اللي كان من الثلاثة اللي نفذوا العمليات الانتحارية، روسيا ردت على طول وقالت ان تركيا عندهم معلومات عنه. يعني كان مفروض برضو زي ما بيحصل في اي واقعة انه الاشخاص المشتبه بيهم كان يجب ان يوضعوا تحت رقابة. طبعا بعد ما كنا اعلنا ان كان في حداد وطني، كان في تكريم لضحايا الاعتداءات والهجمات اللي حصلت على مطار اتاتورك، وده كان الحقيقه حداد وطني وتكريم لارواح الضحايا كان مستمر لغايه النهارده. تركيا في حداد وطني عقب يومين من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار كمال أتاتورك في إسطنبول. تكريم أرواح ضحايا العمليات الإرهابية تواصل هذا الخميس داخل المطار الدولي ترحما على أرواح 15 موظفا في المطار قتلوا أثناء مزاولة عملهم، وأقيمت دقيقة صمت على أرواح جميع الضحايا الذين اختلفت قصصهم من واحد لآخر بين موظف ومرشد سياحي وسائق تاكسي وسائح لكن قتلهم الإرهاب. وفي الوقت نفسه نظم حزب الشعب الجمهوري وأعضاء من المعارضة وقفة احتجاجية أمام المطار الدولي، واتهموا الحكومة التركية بعدم فتح تحقيق في البرلمان بخصوص الهجمات التي تعرض لها مطار إسطنبول، كما اتهموا النظام التركي بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا. هذا وقد شيعت جثامين خمسة من ضحايا مطار إسطنبول وسط ردود فعل منددة بالأعمال الإرهابية التي هزت مجددا تركيا. التقرير اللي جاي دلوقتي اللي بعد ده على طول مهم جدا، لانه بعد الكشف عن الثلاث جنسيات فالتساؤل كان انه ليه بيتم تجنيد يعني مقاتلين من اوزبكستان وداغستان وكيرغستان، ليه يا ترى؟ يعني ليه تجنيد الجنسيات دي بالذات، وليه جم من سوريا
علشان ينفذوا العمليات الإرهابية دي في أرض تركيا في مطار أتاتورك بإسطنبول. التقرير ده يعني الحقيقة من التقارير المهمة، وزي ما بقول لحضراتكم إنه ده بيأكد برضو اللي هو انضمام جنسيات مختلفة لداعش، وإنه ده برضو اللي بيأكد حاجة مهمة جدا، إن روسيا عارفة إنه في شخصيات من الشيشان، وهم قلقانين ان الشخصيات دي عشان كده بيتعاونوا مع روسيا، وعشان كده بيضربوا الضربات اللي بيضربوها دي ضد تنظيم داعش مع روسيا. وده الكلام اللي احنا اكدنا عليه اكتر من مره، انه في خطر على روسيا نفسها، عشان كده روسيا واقفه بشكل كبير، وانه العلاقات الروسيه التركيه دي يمكن تنقلنا لاتجاه جديد ايضا ولفكر جديد من تركيا بالنسبه لمحاربه داعش ولمصير الدكتور بشار الاسد. خلينا نشوف هذا التقرير. عبر الرجال الثلاثة الحدود السورية التركية مع ستراتهم الانتحارية الشهر الماضي وفقا لمصدر من الحكومة التركية، أتوا من الرقة مقر داعش، حيث يعتقد أن قادة داعش ساعدوهم في التخطيط للعملية. يقول مسؤول تركي إن أحد مهاجمي المطار أصله من داغستان الموجودة في المنطقة الروسية، والثاني من أوزبكستان، والثالث من قرغستان. يقول المحللون إن الارتباط الأسيوي ليس بالأمر الغريب. الحقيقة هنحاول يعني نعيد التقرير ده مرة أخرى، ولكن انضم إلينا الآن دكتور سعيد الزنط مدير مكتب الدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك دكتور سعد. دكتور سعد أهلا بحضرتك. الحقيقة الجميع النهاردة الحديث عن التغير المفاجئ في العلاقات الروسية التركية اللي أتى بشكل سريع، ويا ترى هيكون ده تأثيره إيه على المنطقة بالكامل وعلى بالتحديد طبعا الحرب في سوريا ضد الإرهاب. خلينا ناخد الجزء الأول، إيه اللي حصل إذ فجأة كده؟ لا ما فيش فجأة ولا حاجة، هو لازم ناخد بالنا من حاجة في نستحضر التاريخ عشان نفسر اللي بيحصل. احنا في عندنا حاجة مهمة، أوغلو لما كان وزير خارجية اللي هو بعد كده رئيس وزراء وخرج خالص، كان أول ما جه قال احنا لازم يكون نتبع استراتيجية المشكلة صفر، بمعنى تصفية كل ملفات اللي كان فيه عليها خلاف بين تركيا وبين العالم الخارجي، سواء كانت المنطقة الإقليمية أو العالم. وبالفعل نجح في الكلام ده، لكن من شهور بسيطة قبل ما يخرج تقريبا الملفات رجعت أكثر تعقيدا من الأول. نفس الرئيس الوزراء الجديد تقريبا اتبع نفس السياسة، قال أنا لازم أصفر كل العلاقات السيئة اللي بين الملفات اللي هي بيسموها صفر مشاكل. صفر للأسف أنا بستنبط من كده أنه واضح أنها خطوة تكتيكية للدولة التركية، وبدليل ان ده حصل قبل كده. والحاجه الثانيه انت عارفه الاسلاميين عموما سواء كانوا الاخوان المسلمين التنظيم اللي في مصر او التنظيم الدولي اللي بتديره تركيا عندهم حاجه اسمها التقيه السياسيه او التقيه السياسيه، وهي ان هو لا مانع مطلقا ان هو يتراجع خطوه ويكذب الى ما شاء الى ان يصل الى ما يريد ويرجع ثاني. النقطتين هم بيفهمونا في الادبيات ايه التوجه التركي. اما بالنسبه تحديدا للملف الروسي التركي، الحقيقه الاتراك اعلن الرئيس التركي بشكل واضح انه بيأسف لسقوط الطياره، بيأسف لمقتل الطيار، لكن بوتين الحقيقه رد عليه رد حاسم وقال انكم ما اعتذرتوش ولا نقبل. واضح ان حصل اتصالات وصلت الى مستوى وزراء الخارجيه وتم الاتفاق على خطوات معينه من صالح تركيا انها ترجع تاني بعلاقاتها لروسيا، لان في بينهم نقطه خطيره ومحطه خطيره وهي الشمال غرب سوريا، المنطقه اللي فيها الاكراد والحرب الحالي بتديرها روسيا في سوريا. فليس من مصلحه تركيا اطلاقا الاصطدام مع روسيا في هذه الاونه بالذات. وانا بعتقد ان رجوع تركيا لسوريا لن يكون خطوه استراتيجيه، لان روسيا في يقين لن تخرج من سوريا على الأقل في المستقبل المنظور، وتركيا يهمها جدا أن الموقف في سوريا يفضل متأزم، لأن لديها احنا عارفين لديها أطماع بتتمثل في التمدد على حساب ما بعد مدينة الأسكندرونة أو لواء الأسكندرونة، وعندها مشكلة مع الأكراد. لكن إذا البعض فاهم أن هم بيتفقوا مع الروس عشان داعش، لا، تركيا كانت من الدول الداعمه جدا لداعش، صحيح. الدوله الوحيده اللي كانت بتستحصل
على بترول داعش ومدها بالسلاح والمال بديلا عن البترول. يعني حضرتك شايف ان الملف الروسي مش السوري عفوا مش هيكون فيه اي تغيير، لان البعض راح كمان لان ممكن يتم تغيير الاراء، الراي تركيا وراي اردوغان في بقاء الاسد، يعني ده راحوا الابعد من بس ان يكون في تعاون او اتفاق سياسي. بقاء الاسد، شوفي بقاء الاسد الاسد باق غصب عن اي قوى اقليميه او دوليه. تمام. لان واحنا كعرب المفروض ان احنا ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا. للاسف المملكه العربيه السعوديه لم تعي خطورة القضاء على الأسد. الأسد أي حد بيفهم في الأمن القومي العربي يعرف أن سوريا يجب أن تظل جغرافيا متماسكة، ويجب أن تظل مؤسساتها على قوتها، لأن سقوط الأسد معناه سقوط مؤسسات الدولة، وسقوط مؤسسات الدولة معناه انهيار تام للدولة السورية، ومعنى انهيار الدولة السورية يعني انتهى بداية انفراط العقد للأمن القومي العربي. لكن بكل أسف الأشقاء في السعودية ليس لديهم لا النضج السياسي ولا الأمني لفهم هذا التوجه. طب ليه ما فيش دور لمصر أستاذ سعد، دكتور سعد في الموضوع ده؟ يعني المفروض مصر، أنا حاسة أن في مصر فاهمين ده وعيين لده كويس، لكن بالرغم من أنهم مش معلنين عنه بشكل كبير، ولكن لماذا لا تكون هناك أي محاولات مصرية لعرض هذه يعني وجهة النظر، أو يعني يقربوا الموضوع مع السعودية ويفهموه؟ يجب ان احنا ناخد بالنا من حاجة ونفرق بين حاجتين. احنا طبعا كلنا حريصين، العرب المفروض او بيفترض ان الكل حريص على الدور المصري، لكن احنا ما نقدرش نتكلم او نخرج عن الصورة الحقيقية. مصر خلال السنين اللي فاتت من 25 يناير 2011 الحقيقة في حالة لا يمكنها مع هذه الحالة، او بتفتقد لمقومات او قدرات اللي تمكنها من التعدد الدور. لكن انا بعتقد في السنتين الاخيرتين اللي فيهم الرئيس السيسي، وهو راجل الحقيقه عنده توجه قومي جيد وفاهم، وتمكن في خلال السنتين من استعاده القوات او اعاده القوه او القدره للقوات المسلحه المصريه. مصر في خلال في ديسمبر 2015 هي رقم 12 في معايير التقييم القوات المسلحه، والسادس بحريا، وربما ارقى من كده في القوات الجويه ونظر الانذار والدفاع الجوي. بمعنى ان حصل خلال السنتين نوع من بناء القوات المسلحه، بناء الامن، اعاده بناء القوى الاقتصاديه، بمعنى ان التقويه الذاتيه لمصر النهارده هي اللي هتساعدها على استعاده الدور. وبالفعل مصر لم تغيب اطلاقا في السنتين الاخيرتين لا سوريا ولا ليبيا ولا عن القضايا العربيه، لكن القدره على التاثير بشكل فعال لا زال قدام مصر، ربما فتره زمنيه لم تطول، لكن لدينا توجه الان لمساعده سوريا. وانا بعتقد ان هناك اشياء كثيره لا تعلن سواء في الغرب او في الشرق علشان ما يحصلش نوع من الصدام مع القوى الكبرى، لكن مصر التوجه الان الابتعاد عن الحل العسكري، لان من يتكلم عن الحل العسكري في سوريا فهو واهم. هناك قوى كبيره موجوده في سوريا الان، سواء كانت روسيا او للاسف ايران، وانا اسف لوجود ايران فيها، لكن هذا واقع على الارض. لكن في كل الاحوال مصر التوجه والقدره النهارده انا اعتقد انه بتتنامى. يجب ان نفرق بين الرغبه والقدره، لدينا جميعا رغبه، لكن القدره الحقيقه مساله الى حد ما متاخره. وانا اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه لم يحالفها الحقيقه الفهم الصحيح والقراءه الصحيحه، وربما ان التقييم او التقدير لي انا ان للاسف الـ سواء كانت القوى الامريكيه او البريطانيه بيدفعوا بكل اسف السعوديه للضغط الشديد لاخراج الاسد، ولم يتمكنوا من ذلك الحقيقه. واكثر من مره وزير الخارجيه السعودي تحدث عن عمليات عسكريه في سوريا، وانه لازم نضغط ان لم يخرج بالسياسه فبالقوات المسلحه. هذا الكلام كلام الحقيقه خطاب فارغ، لا يمكن انك انت تقدر تترجميه على الارض.
طيب يعني احنا دلوقتي يمكن كان في بعض التقارير اللي بتقول انه فعلا زي ما حضرتك اكدت دلوقتي ان الموضوع مش هيكون بالنسبة للتغير وجهة نظر تركيا بالنسبة للملف السوري، ولكن من الواضح انه موضوع صفر مشاكل ده بتسعى اليه تركيا بشكل كبير جدا، عملت تطبيع مع اسرائيل، اعادت العلاقات دلوقتي مع روسيا. ماذا عن علاقات تركيا مع مصر؟ هل اتضح اي شيء وخصوصا طبعا ان اتفضل. يعني ليس سرا ان تركيا خلال الايام اللي فاتت في اتصالات حديثه لمحاوله لملمه الامور، ومصر انا بعتقد الرسميه لا تمانع اطلاقا في عوده تركيا، لان احنا ما خرجناش عن الصف اطلاقا. تركيا هي اللي كانت بتدير التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، تركيا هي اللي لسه لغايه النهارده بتمد المنظمات الارهابيه في المنطقه، مش اللي في المنطقه اللي في سيناء. احنا كل التحقيقات وكل التغطيات الامنيه اللي اتعملت خلال السنتين الماضيتين او الثلاث من بعد 30/6 اللي حصل فيهم العمليات الارهابيه في مصر وراها تركيا وقطر واسرائيل والفلسطينيين حتى في غزه. يعني بمعنى ان احنا مصر ما كانتش اطلاقا ضد اي علاقه سويه مع تركيا، لكن هي تركيا واحنا عارفين ان في حتى فتحت قنوات فضائيه لسد مصر والتشكيك واللي بيحصل، ومستضيفه الاخوان اللي يعني اللي ما زالوا يسبوا ويشتمون مصر ليل نهار. لا زال لديها، بقول لحضرتك قياده التنظيم الدولي موجود في تركيا، لكن عاوز اطمنك لحاجه مهمه، ان مصر لم تلتفت كثيرا ولم تتوقف كثيرا ولم تخف طويلا امام عوده او عدم عوده تركيا. علاقتها باسرائيل علاقه قديمه ما هيش حديثه، ولم تنقطع في لحظه لا العلاقه التركيه الاسرائيليه ولا الايرانيه الاسرائيليه، وربما يندهش البعض. لا، العلاقات علاقات من الاربعينيات بين تركيا وايران، وهناك في بطن التاريخ علاقه خاصه بين تركيا واسرائيل وبين ايران واسرائيل، من الصعب ان احنا نحذفها من الادبيات. لكن احنا زي ما انت عارفه حضرتك احنا ما بنقراش ونقرينا ما بنقفش كتير، وذاكره ذاكره سمكيه. لكن اطمنك مصر منفتحه على اي دوله في العالم طالما انها بتتعامل معها بكرامه وحفاظا على الامن القومي لكل دوله. صحيح، انا بشكرك الحقيقه شكرا جزيلا دكتور سعد الزنط، بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، ويعني ان شاء الله عيد فطر سعيد، وبنشكرك جدا وجود حضرتك معانا دكتور سعد الزنط. كل اخواتنا المصريين والعرب في كل مكان في الدنيا، اهلا بيك. بشكرك شكرا جزيلا وجود حضرتك معانا، ونتمنى ان شاء الله تكرار، لان من الواضح ان احنا هنرصد اشياء كثيره في العلاقات مش بس الروسيه والتركيه، ولكن العلاقات التركيه مع اسرائيل ومصر وكل اللي احنا منتظرينه. دكتور سعد الزنط مدير مكتب الدراسات السياسية والاستراتيجية. طيب أنا زي ما قلت لحضراتكم أن مسؤولين أمريكيون بيقولوا واشنطن تدرس خطة لتنسيق الضربات الجوية مع موسكو ضد داعش. هل سيتم هذا بالفعل؟ هو اللي اتقال أنه التوافق ده لو وافقت عليه واشنطن على اعتبار أن يتوقف نظام الدكتور بشار الأسد من ضرب اللي هم بيسموهم المعارضة المعتدلة. هل سيتم هذا الاتفاق وهذا التنسيق ما بين القوات أو الضربات الجوية بالنسبة من روسيا والتحالف بقيادة أمريكا؟ هنعرف وهيكشف عنه الأيام القادمة بدون شك. عندنا أيضا كان في طائرة حربية سورية تحطمت شمال شرقية دمشق والمعارضة أسرت قائدها، وده على حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. طائرة حربية سورية تحطمت في منطقة القلمون شمال شرقية دمشق ومسلحي المعارضة في المنطقة أسروا قائدها. وسائل اعلام رسميه قالت ان تحطم الطائره نجم عن عطل فني، ولكن بمجرد ان وانه جاري البحث عن الطياره اللي قفز قبل تحطمها. في عندنا طبعا بنصلي من اجل برضو الاحداث اللي بتحصل في كل حته. عندنا مصر على 9 أشخاص وتدمير عشرات المنازل بالهند جراء فيضانات وانهار وانهيارات ارضيه، وحصل في اماكن متعدده برضو مشاكل كده من يعني طبيعيه. ما زالت مشكلة الغرق في البحر المتوسط، وما زالت الحقيقة تم إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قرب السواحل الإيطالية، بس المهاجرين دول على فكرة مش سوريين، دول أفارقة، وللأسف الشديد منهم البعض مات والبعض منهم قدروا إن هم ينقذوا الحقيقة.
في كمان طبعا كلام كتير دلوقتي عن موضوع انه في مفاجأة في موضوع الاتحاد الاوروبي. وزير العدل البريطاني مايكل جوف متوقع ان هو يخوض سباق المحافظين وانسحاب بوريس جونسون. بوريس جونسون ده كانوا بيطلقوا عليه ان هو زي دونالد ترامب، وهو اللي كان متزعم حكاية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، ده اللي هو على الشمال كده، يعني شبيه حتى بدونالد ترامب وشبيه بيه في حاجات كتيرة تانية. فدلوقتي احنا وزير العدل البريطاني دخل في سباق الخمسة المرشحين لخلافة ديفيد كاميرون. ايضا كان في خبر بالنسبة من عن امريكا امبارح، كان في قاعدة جوية اعلنوا عن اغلاقها، والقاعدة الجوية قاعدة اندورس. القاعدة دي كان بالقرب من القريبة من عاصمة واشنطن. الحقيقة كان جه انباء عن حادث اطلاق نار داخل المنشأة من قبل مسلح مجهول، اغلقوا القاعدة، نقلوا الناس اللي فيها، قعدت الشرطة تدور على اي حاجة. الحقيقة ما حصلش اي، لقوا انه ما فيش اي حاجة. طبعا يعني احنا حاولنا ندمج لحضراتكم كل الاحداث اللي كانت حصلت خلال اليومين دول، نصلي من اجل الاحداث الصعبة اللي بتحصل في مصر، وفي نفس الوقت ايضا من اجل الناس اللي بتموت كل شوية علشان ترحل من موت، اللي هم اللاجئين اللي بيموتوا وبيغرقوا في البحر المتوسط. وايضا نأمل ان الحكومة والرئيس السيسي يكونوا حازمين والداخلية في حيال المشاكل اللي بتحصل من المتشددين في قرى المنيا، وحتى حصل في البيضة في العمارية. ألقاكم على خير، هيكون إن شاء الله عندنا يوم الاثنين الفورس اوف جولاي، وده يمكن الحلقة دي تتعاد يوم الاثنين معاكم برضو، وهنلقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. إلى اللقاء.